مساء الخير على حضراتكم، برحب بكم حلقة جديدة من مصر. النهاردة السبت، وزي بداية كل أسبوع كل يوم سبت دايما بنلتقي في الجزء الثاني من حلقتنا مع فضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. هنطرح النهاردة على فضيلة الدكتور أمر، وطبعا على حضراتكم، هو اللغو في الحديث أو في الحديث، اللغو اللي احنا بنعيشه، اللغو اللي أصبح حضراتكم أكيد مدركين ليه يمكن أكتر مني، بنشوفه مش بس في الشارع أو في المجالس الناس وهي قاعدة مع بعض في الصيف أو في أي مكان، بيجيبوا سيرة ناس بيتكلموا فيه كلام بالباطل أو ما إلى ذلك، ولكن بدأنا نشوفه بدأ يتسرب إلينا ليل وينهار عن طريق السوشيال ميديا والتليفون المحمول اللي في إيدينا جميعا وفي إيد أولادنا. فأصبحت الأمور اللي هي يعني تخص أو يعني على قدر من الدقة والأهمية اللي لا يجوز لحد مش فاهم إن هو يدلي بدلو فيها وإن هو يقول أي كلام، هذا الكلام قد يضر، بقينا نلاقي ده كتير، بقينا نلاقي على أي أزمة أي مشكلة أي ظاهرة بنلاقي إن في هجوم، بنلاقي إن في تقطيع في سير ناس وفي حياة ناس وفي زمم ناس وللأسف في أعراض ناس. بدأنا نشوف احتقان بيحصل ما بين الناس على أتفه الأمور وعلى أبسط الأمور، بدأنا نشوف إن الناس للأسف بقت في حالة هياج ضد بعضها، الناس بقت في حالة استنفار ضد بعضها وفي حالة تعصب شديدة. كل ده يعني قد يكون مرده إلى اللغو في الحديث، اللي هو الكلام بالباطل، الكلام غير مفيد، الكلام الملهوش لازمة، الكلام اللي يضر أكتر ما ينفع، وللأسف بقينا كلنا معرضين لده وإن احنا نقع فيه بشكل كبير. فالنهاردة هنتكلم على أثر هذه الظاهرة الخطيرة سواء علينا كأفراد أو على المجتمع اللي احنا عايشين فيه وعلى استقراره. قبل ما نستقبل في الدكتور علي جمعة، طبعا عندنا مجموعة من الأخبار المهمة، ولعل واحد من أهم وأبرز الأخبار النهاردة هو الاجتماع المهم أو انطلاق الأعمال القمة الحكومية العليا على المستوى الرئاسي لأول مرة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في قصر الاتحادية. لأول مرة بتعقد هذه القمة على هذا المستوى، على المستوى الرئاسي، اللجنة الحكومية العليا ما بين رئيس مصر ورئيس قبرص. تطور مهم ولافت في العلاقات المصرية القبرصية، وهو ما يعد تتويجا وتكليلا للجهد المشترك. الحقيقة ما بين المصري والقبرصي حرص البلدين على تنمية هذه العلاقات، طبعا في علاقات تاريخية وعلاقات اجتماعية وموروث حضاري ومشاركة ومشاطئة للبحر المتوسط واهتمامات في شرق المتوسط ومصالح في شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الساحل والصحراء، يعني أمور كتير جدا جدا بتجمع ما بين البلدين. هذا اللقاء وأعمال اللجنة العليا الحكومية على المستوى الرئاسي ما بين الرئيس السيسي والرئيس أناستاسيادس هو تكريس لده، وده الحقيقة اللي ظهر في كلمات الرئيسين. كم الأمور اللي تم مناقشتها سواء على المستوى الثنائي، بنتكلم على خطوات فارقة تحدث الآن في العلاقات المصرية القبرصية وبالتالي العلاقات المصرية القبرصية اليونانية ومنها حتى إلى أوروبا، نتكلم على الربط في مجال الغاز والحقل أفروديت القبرصي، الغاز هيتم تصديره إلى مصر عندنا عشان عندنا مصانع الإسالة الموجودة في مصر، مصر أصبحت مركز لخدمات إسالة الغاز في شرق المتوسط، وبالتالي هذا الغاز سيسال إلى مصر في مصر ومن مصر هيصدر إلى الخارج. كمان الربط الكهربائي اللي ما بين مصر وقبرص، اتساع دائرة التعاون في هذه المنطقة، أعتقد ده هيكون ليه فايدة كبيرة بالنسبة للدولتين. أيضا تم التطرق إلى مجموعة من الملفات اللي بتهم مصر وقبرص في ذات التوقيت، القضية الفلسطينية وآخر المستجدات في هذه القضية، أمور أخرى كالتعاون في منطقة شرق المتوسط، التأكيد على الحقوق القبرصية وسيادة قبرص في مياهها الإقليمية. كذلك تم التطرق للملف الخاص بسد النهضة وحديث السيد الرئيس عن أنه من الضروري أن ينخرط المجتمع الدولي بدور في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة،
خاصة أن مصر دائما ما تقدم المفاوضات والمباحثات وتبحث عن حلول دبلوماسية لهذه القضية بما يضمن المصالح المشتركة للجميع. برحب بي سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخير يا أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك. تطور لافت أكيد اللجنة العليا الحكومية على المستوى الرئاسي ما بين مصر وقبرص لأول مرة، كيف ترى الأهمية لهكذا تطور في العلاقات سعادة السفير؟ أي علاقات استراتيجية أستاذ عمرو تعد مثل العلاقات المصرية القبرصية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، في حاجة لأدوات ووشائج ربط من خلال لقاء ما بين الوزراء المعنيين بكل مجالات التعاون في البلدين في إطار بنسميه اللجنة العليا. ولكن كون اللجنة العليا الحكومية في اجتماعها الأول تكون تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي، ده معناه أن العلاقات بين الدولتين تتم تحت رعاية رئاسية، وأن اللجنة العليا المصرية القبرصية هي الأداة التي ستترجم تلك العلاقات الاستراتيجية والوشائج والروابط المتينة بين مصر وقبرص، وتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى ملفات وقضايا اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية وتعاون ثنائي، كذلك في إطار الآلية الأخرى التي تعزز أواصر العلاقة اللي حضرتك أشرت إليها، وهي إطار التعاون الثلاثي المصري القبرصي اليوناني، مما يزيد من فرص تحقيق التكامل الإقليمي. أي أن المشهد اليوم بإنشاء اللجنة العليا الحكومية وتحت رئاسة رئيسي البلدين هو تتويج للعلاقة الاستراتيجية، في نفس الوقت الانتقال بها إلى المنظور العملي، أي أننا عندما نشاهد جلسة المباحثات والسيد وزير الطاقة ووزير الكهرباء ووزير التعليم والنقل وكافة السادة الوزراء المعنيين بملفات التعاون بما فيه التعاون العسكري والأمني والاستراتيجي، نجد أن هذه العلاقات يعني هي فعلا بدأت لتستمر. وكما ذكر السيد الرئيس أن إعدادا جدا يتم الآن قبيل اللقاء المصري اليوناني القبرصي المقرر عقده في أثينا في أكتوبر القادم، هذه القمة تعقد بشكل متكرر ومستمر مما يعكس أهميتها للبلدان الثلاث وجدية القادة في الحفاظ عليها كإطار للتعاون الثلاثي. أما الآلية اليوم فبشنها رئيسي البلدين بوجود كافة الوزراء ليترجموا الإرادة السياسية إلى واقع عملي منظور في موضوعات السياحة، موضوعات الزراعة، التجارة والصناعة، الاستثمار، التنمية، النقل، الكهرباء، وكما ذكرت سيادتك الطاقة هي أحد محاور هذه العلاقة، سواء كانت من خلال نقل غاز حقل أفروديت القبرصي إلى أودكو ودمياط للتسييل والتصدير، أو الربط الكهربائي المقرر بين مصر وقبرص ومنها إلى كريت واليونان وبعدها إلى الشبكة الأوروبية الموحدة، أي أن مصر هي تربط كهربائيا مع المشرق العربي من خلال الربط الكهربائي مع الأردن والعراق والربط مع دول الخليج، وإن شاء الله عندما تستقر الأوضاع الربط مع ليبيا، تكون مصر فعلا محور الطاقة ومحور تسييل وتصدير الغاز من الحقول المكتشفة حديثا في الشرق المتوسط، وهي في هذا الإطار تسعى من خلال احترام وحدة الدول وسيادتها الإقليمية وإعمال قواعد القانون الدولي وإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود على إرساء قواعد التعاون وفقا لأطر ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات المنظمة للترسيم. يعني أفهم من كلام برضو حضرتك سعادة السفير أن السياسة المصرية الرشيدة والعقلانية والتي تتبع أصول القانون الدولي والعلاقات الدولية السليمة وعدم التدخل في شؤون دول جوار أو في شؤون الآخر، بالتالي ده كان مكمن ثقة لدى الجيران سواء في أوروبا، قبرص، اليونان، في محيطنا العربي، لأن تكون مصر أحد أهم روافد الطاقة بالنسبة لها سواء كان كهرباء أو غاز. بكل التأكيد مصر هي ركيزة الاستقرار في منطقة جنوب المتوسط، ليس فقط الشرق الأوسط وإفريقيا لكن أيضا لمنطقة جنوب أوروبا، وبالتالي عندما ذكرت على سبيل المثال
المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن أمن واستقرار مصر هو من أمن واستقرار أوروبا. هي سوق مستقر، سوق في حد ذاته ضخم للطاقة والغاز والكهرباء مستهلك، ولكنه أيضا سوق قادر على أن يصدر، وكما أنه سوق مستقر يمكن أن تحقق من خلاله أوروبا ربط للطاقة التي تحتاجها، ويمكن أن تحقق من خلاله الشركاء المحيطين بمصر الأمان لصادراتها من الغاز الذي يجب تسهيله. ومصر هي الدولة التي استثمرت في البنية التحتية في مجال تسهيل الغاز منذ سنوات عديدة، واستطاعت الآن أن تكون عن حق سمعتها كمركز إقليمي لتصدير الغاز المسال، سواء الخاص بمصر من حقل زور أو خاص بقبرص من حقل أفروديت أو إسرائيل أو غيرها من دول الجوار، حتى قطاع غزة أو سوريا عندما تشاركنا في منتدى غاز المتوسط المفتوح لكل الدول بما فيها تركيا، حتى إذا ما صاغت علاقاتها بشكل قانوني مع دول جوارها سواء المباشر كاليونان أو قبرص أو من خلال اتفاقيات ترسيم الحدود وفقا لقانون البحار لعام 82، وهو قانون يتيح لك استغلال ثرواتك بشكل آمن، ولكن بدونه تعد التدخلات غير مقبولة في المياه الإقليمية للدول الأخرى، ما أدانه أيضا البيان المشترك اليوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة سفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. وإحنا بنتكلم على الطاقة والربط ما بين مصر وقبرص واليونان، لازم هنتوقف عند هذا الشق وهنخصص له الحقيقة تفنيد لوحده الحقيقة، لأن هو تطور مهم في هذه العلاقات اللي بتجمع ما بين مصر وقبرص واليونان ومحيطة في شرق المتوسط. نشوف الأول التقرير ونرجع تاني مع حضراتكم. علاقات متميزة وتعاون مثمر عابر للحدود، تلك هي أهم سمات العلاقات المصرية القبرصية بروابط عميقة، لتأتي تتويجا لها تدشين اللجنة الحكومية بين القاهرة ونيقوسيا لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين. تعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط، فقد توافقت وفخامة الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية. تناقشنا بخصوص العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، ونقلت إليه لمرة أخرى إصرار الدولة القبرصية أن تتوصل إلى اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. خلال المباحثات بين القاهرة ونيقوسيا، مصر أكدت على موقفها الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول. خلال المباحثات اتفقت الرؤى بين القاهرة ونيقوسيا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية. آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت على طاولة المباحثات، والتأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر، وضرورة توصل لتسوية نهائية تفضي لإقامة دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجددا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية
تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية. العلاقات المصرية القبرصية تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضري على مدى السنوات الماضية، وذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية تعاون ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان. الشق السياسي والتعاون السياسي أكيد شيء عظيم جدا وعلى أعلى مستوى من التفاهم ما بين مصر وقبرص، ولكن أيضا زي ما ذكرنا من شوية مع السيد سفير محمد حجازي، شق التعاون الاقتصادي خصوصا في مجال الطاقة أعتقد ده واحد من أهم المجالات بالنسبة للبلدين. برحب بالأستاذ دكتور جمال اليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور جمال مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ عمرو، مساء الخير على كل المشاهدين. دكتور جمال، شفت إزاي النهاردة تأكيد الرئيسين المصري والقبرصي على فكرة الإسراع في تنفيذ خط الأنابيب الواصل ما بين قبرص من حقل أفروديت لإدكو ودمياط عشان الإسالة وإعادة تصدير هذا الغاز مرة أخرى، كمان فكرة الربط الكهربي ما بين مصر وقبرص ومنه إلى اليونان ومنه إلى أوروبا، شايف إزاي هذه التطورات اليوم؟ خليني أقول لك يمكن البروتوكول النهاردة يعني التركيز بتاعه بنسبة كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والتبادل ما بين الجانب القبرصي والمصري. ملف الطاقة واخد أكثر من 55% من نسبة هذه الاتفاقيات والبروتوكولات اللي تم إبرامها، يمكن لأكثر من 5 قمم في مستوى 5 سنوات متوالية. ولكن هناك التوجه واضح أن لدى دولة مصر كثير من الآليات التي سوف تخدم الاقتصاد القبرصي، وأيضا هناك ما يخدم الاقتصاد المصري في إتاحية الغاز الطبيعي وإمكانات الدولة المصرية بما لديها من بنية تحتية. ويمكن ده كان واضح قوي من خلال تفعيل منظمة شمال شرق المتوسط للغاز، وثلاث دول منها دولة مصر ودولة قبرص واليونان كعضوين أو 3 أعضاء أساسيين في هذا التنظيم، بالإضافة إلى كل من إيطاليا والأردن وفلسطين وأيضا الجانب الإسرائيلي. هذا الاتفاق النهارده هو اتفاق واضح، لان يمكن احنا لدينا من البنيه التحتيه سواء مصانع الاساله البتروكيماويات، لدينا ايضا سوق قوي جدا ل يعني استقبال الغاز القبرصي، يمكن احنا استقبلنا الغاز الاسرائيلي من قبل، لدينا الان اليه في استقبال الغاز القبرصي، لدينا خط. ارجو حضرتك توضح للساده المشاهدين يعني ايه اللي بيتم، يعني عشان ممكن ناس تخلط ما بين الامور. طب احنا ليه بنستورد غاز واحنا بقى عندنا اكتفاء، بقى عندنا حقول، ليه باخد غاز من اسرائيل، باخد غاز من قبرص، بعمل بيه ايه وليه بصدره؟ ملاحظه جيده جدا يا عمرو بجد. خليني بس اقول لك احنا كدوله مصريه لدينا الحمد لله يعني فائض من الغاز، لدينا انتاج يومي يصل لحوالي 7.6 مليار قدم مكعب غاز يومي. حجم ما نستهلكه من كهرباء ومن استخدام الغاز الطبيعي للمنازل، وايضا استخدام جزء منه في تصنيع او تصنيع غاز البوتاجاز، في الاضافه ايضا الى الاسمده وكثير من الامور في المصانع. كل هذه الجوانب لدينا فائض يزيد عن ما نستهلكه يوميا، وبالتالي نحن كدوله بدانا عمليه تصدير غاز البترول يمكن من الربع الاخير من 2019، ويمكن لدينا شحنات كثيره جدا من غاز المسال تم تصديرها الى كل من اوروبا والجنوب الاسيوي. احنا كدوله لدينا مظله لاستقبال الغاز، وهقف عند دي شويه. يعني ايه انا استقبل غاز لحوض المتوسط؟ احنا كدوله يمكن الدوله الوحيده في شمال شرق المتوسط اللي لديها بنيه تحتيه تستطيع استقبال غاز واعاده تصنيعه واعاده تصديره مره اخرى، استقباله في حاله غازيه، اعاده سلته من الحاله الغازيه الى الحاله المساله، وضغطه في كبسولات، هذه الكبسولات يتم اعاده تصديرها مره اخرى على السفن وتصل الى دول اخرى سواء الاتحاد الاوروبي الذي يحتاج الى اكثر من 5-6% زياده عما هو يستهلكه من الجانب لشمال شرق المتوسط. فتقريبا يا دكتور احنا في الحوض ده في المتوسط احنا الوحيدين اللي عندنا القدرة على الصناعة دي الإسالة. تماما، في حوض شمال شرق المتوسط احنا الوحيدين في حوض شمال شرق المتوسط اللي لدينا مصنعين للإسالة، ولدينا ايضا مصانع بتروكيماويات، ولدينا ايضا سوق لاستقبال الغاز. يعني احنا كدولة لدينا ايضا استقبال الغاز في كثير من التصنيع، لدينا شركات طبقا لسوق الغاز او لهيئة سوق الغاز التي طرحت عملية تنظيم استيراد الغاز وبيعه ونقله وتخزينه داخل مصر. ده بيتيح استيراد الغاز من خارج القطر المصري
إما لعملية ضخه إلى المصانع أو لإعادة إسالته وتصديره مرة. وبالتالي ده ليه مكسب أو مردود اقتصادي علينا كبلد يعني. تماما، هناك مردود اقتصادي، لأن استيراد الغاز في حالة غازية بيبقى ليه قيمة سعرية، ولما تعيد إسالته وتصديره مرة أخرى القيمة بتاعته بتبقى على الأقل 3 أو 4 أضعاف، وبالتالي ده سوف يفيد الاقتصاد المصري بالدرجة الأولى قد ما يفيد الاقتصاد القبرصي، لأن قبرص ليس لديها حتى الآن منذ اكتشاف الغاز الطبيعي في أراضيها من 2007 لغاية النهاردة لم يكن لديها إنتاجية من حقل إفرودوت أو قبرص واحد، يمكن حتى الآن لم تتصرف الغاز الطبيعي ولم تستفيد منه. وبالتالي الحل الأسرع والسبيل الأسرع لإفادة الاقتصاد القبرصي هو ضخ الغاز إلى السوق المصري لإسالته وإعادة تصديره أو لاستخدامه كاستيراد داخل القطر المصري أو إعادة تصنيعه في كثير من الصناعات الملحقة بتروكيماويات أو أيضا صناعة أسفل. طب الخط ده إمتى دكتور جمال يكون جاهز؟ يعني النهاردة كان في تأكيد على الإسراع في خط الأنابيب. سؤال جيد. احنا بنتكلم الخط ده تكلفته تم إعداد دراسة كاملة من خلال الجانب المصري القبرصي، ويمكن هناك شراكة من قطاع البترول المصري بشركاته الهندسية وأيضا شركاته التي لديها الخبرات لعملية الخطوط. تم تقييم الدراسة المبدئية، تكلفة الخط تصل لحوالي 1.3 مليار دولار. هذا الخط سوف يربط ما بين نيقوسيا إلى مباشرة كل من مينائي أو نقطة الالتقاء مع منطقة دمياط، وهي النقطة الأقرب إلى منطقة المتوسط والأقرب عمقا داخل المتوسط. النقطة الثانية، هذا الخط احنا بنتكلم على ان له يعني وقت زمني، بمجرد ان يقع هذا البروتوكول سوف يتم التصريح عنه، يعني كل قدر المعلومات حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم على ان له وقت زمني ولترتيب تم الاعداد معه مع الجانب الأوبروس. النقطة المهمة جدا ايضا، خليني اقول لك احنا بنتكلم وبنستهدف او قبرص بتسرع بهذا الامر، لأن لديها آليات في عملية استبدال الغاز الأوبروسي داخل السوق المصري وإعادة تصديره، ودي مهمة جدا بالنسبة لهم. والنقطة الثانية، أن جزء كثير من هذا الغاز سوف يفيدهم كثيرا في موضوع إنتاج الكهرباء، وخاصة كما تعلم جيدا أوبروس تعاني من نقص إمدادات كهرباء تصل حوالي 2000 ميجاوات، وبالتالي هناك أيضا بروتوكول مع الجانب المصري من وزارة الكهرباء الكابل البحري اللي سوف يربط ويدمج جزء من الكهرباء المصرية إلى الجانب الأوبروسي، وأيضا هناك استهداف مستقبلي لربط أوبروس مع جزيرة كريت اليونانية، ومنها شمال أوروبا لربط مصر مع الاتحاد الأوروبي في عملية الاندماج الكهربائي وعملية التبادل والبيع خلال الشبكة الأوروبية. مردود ده إيه؟ إن الطاقة المصرية تكون موجودة في أوروبا، إن الكهرباء المصرية بتنير جنوب أوروبا، يعني شايف حضرتك دوت إزاي دكتور جمال؟ سؤال جيد برضو. خليني أقول لك هناك استراتيجية لدى الاتحاد الأوروبي للتركيز على منطقة شمال شرق المتوسط. أحد هذه الآليات كل من أوبروس واليونان. أنت تعلم أن احنا قعدنا فترة كبيرة جدا في منطقة شمال المتوسط، هناك تعنت كبير من الجانب التركي أمام الشواطئ أو أمام شمال أوبروس، هناك أيضا نوع من يعني تصدير للمرتزقة في الغرب الليبي، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك منظور لدى هذه الدول بالدعم الفرنسي وبالدعم أيضا الإيطالي، بالإضافة أيضا للرقابة الإماراتية وأيضا الرقابة الأمريكية على هذه المنظومة في إعادة ترتيب وتنظيم وترسيم الحدود البحرية لمعظم هذه الدول، وبالتالي ده أعطى أريحية إلى أن كثير من الشركات الأوروبية بتسعى جاهدة أن يكون لديها استثمارات في منطقة شمال الشرق المتوسط، لأنها أقرب النقاط وأسرعها من الغاز الروسي. بنتكلم على أن هناك يعني دولة إيطاليا لديها شبكة للغاز الطبيعي تصل إلى أكثر من 10 دول أوروبية، هذه الشبكة هتكون من مناطق الربط المستقبلية لتصدير الغاز إلى أوروبا من خلال هذه النقطة. النقطة الثانية، أن كثير من الشركات الأوروبية من أكثر من 9 أو 11 شركة من الشركات العالمية 27 بتسعى جاهدة أن يكون لديها مناطق استثمار في كل من
المناطق المصريه الاقتصاديه، المناطق الاقتصاديه اليونانيه، المناطق الافريقيه، المناطق اللبنانيه، المناطق ايضا الفلسطينيه. طب هل دي دكتور جمال محاوله لتنويع مصادر الطاقه من اوروبا انها تتجه ناحيه مصر وتاخد طاقه من مصر وكهرباء من مصر، في حين كان في ناس بتقول ده في انفتاح على روسيا وتصدير الغاز من روسيا والربط في الغاز مع روسيا، وده قد يكون تحدي بالنسبه للغاز المصري، ولكن العكس هو اللي بيحصل دلوقتي؟ لا، هو يعني خليني اقول لك الربط اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ان يكون لدى اوروبا بدائل. خلي بالك اوروبا بتستهلك سنويا حوالي 515 مليار قدم مكعب غاز يومي، بيزيد الطلب على الغاز الطبيعي بالاتفاقيات الاقتصاديه لدى الاتحاد 27 دوله، بنتكلم على مستوى الزياده تصل لحوالي 15 ل 18%. الجانب الروسي لن يستطيع ان يفي بكم هذا الطلب، وبالتالي هناك بدائل. احد هذه البدائل القويه يمكن وضعها يعني منظومه الاستثمار الاوروبيه لاخر انعقاد ليها في خلال الانعقاد لجلسه اغسطس اللي فات، ان هناك جزء من هذه الاستثمارات سوف يتم عمليه تنميه وتطوير لكثير من المناطق والحقول لدى شمال شرق المتوسط اعتمادا على الشركات الاوروبيه. طيب. وبالتالي الدوله المصريه لها جانب كبير جدا من هذه الاستثمارات في منطقه المتوسط. طيب. بالاضافه الى دول حوض المتوسط التي تشترك معنا في منظمة شمال شرق المتوسط للغاز الطبيعي. أكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ دكتور جمال أليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، وبإذن الله دايما دايما اللي جاي يكون أحسن، خصوصا لما الأخبار اللي بتدل وتؤكد على أن مصر أصبحت بلا شك مركز للكثير من الأحداث، الكثير من الفعاليات، أيضا الثقة فيما يحدث في مصر من تنمية من استقرار، ده بينعكس على مؤسسات دولية كبيرة. النهاردة مثلا لأول مرة من 30 سنة مصر بتفوز باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، وده الحقيقة شيء مهم وشيء فارق جدا في هذا الإطار، أن مصر تعود وأن يجتمع محافظي البنوك الإسلامية يجتمعوا ويختاروا مصر هي اللي تكون المركز لهذا الحدث المهم خلال العام القادم، فده بكل تأكيد شيء مهم وشيء ممتاز جدا، يعني لازم نحطه جنب الحدث اللي لسه بنتكلم فيه حالا، ان مصر تكون بجوار قبرص بجوار شرق المتوسط، مصر يكون في ربط في مجال الطاقة وفي مجال الكهرباء ما بين مصر ومحيطها العربي من ناحية، وما بين مصر ودول أوروبا وبالتحديد جنوب أوروبا. أعتقد ده شيء مهم جدا. تطورات العلاقات المصرية القبرصية. ترتبط مصر وقبرص بعلاقات متينة ومتنامية واتساق في مواقف البلدين حول قضايا الشرق الأوسط. كانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالجمهورية القبرصية عام 1960. في نفس العام تبادلت القاهرة ونيقوسيا العلاقات الدبلوماسية، وهو ما عزز من القرب الجغرافي والتناغم الحضاري بين الشعبين. تعكس الزيارات ولقاءات القمة بين رؤساء البلدين حجم قوة تلك العلاقات. إعلان القاهرة في نوفمبر عام 2014 جاء كنوات لإقامة تحالف بين مصر وقبرص واليونان، وهو ما أكدته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهم. تعاون اقتصادي بارز بين مصر وقبرص يتمثل في مد خطوط أنابيب الغاز من قبرص للمستودعات المصرية، فضلاً عن اتفاق إطاري للربط الكهربائي وزيادة الصادرات المصرية إلى قبرص وجذب الحركة السياحية بين البلدين. عسكرياً يعد التدريب البحري الجوي المصري القبرصي اليوناني ميدوزا نموذجاً يحتذى في هذا المجال. من كام يوم كنا بنتكلم مع حضراتكم في خبر مهم، ان شركة امازون العالمية اختارت مصر عشان تعمل مركز لوجستي اقليمي، مخزن كبير تقدر من خلاله انها تسوق منتجاتها. المخزن هنا في مصر في العاشر من رمضان هو الاول على مستوى افريقيا، وده كان بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين. فكره الدخول الى الاسواق، فكره فتح الاسواق، ده شيء مهم جدا ومقدر جدا، فبالتالي تخيلوا ان السيد رئيس مجلس الوزراء المصري وهذه الكوكبه
من الوزراء ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكونوا حاضرين هذا الحدث. ده معنى كده ان في اهتمام بهذا القطاع وقطاع التجارة، والعالم كله دلوقتي بيلتفت الى قطاع التجارة الالكترونية. ده بالنسبة لواحدة من كبرى الشركات في العالم، والحمد لله الف مبروك دخلت مصر. الشيء بقى اللي يخصنا احنا بقى اكتر ان احنا اللي نكون بنصدر ده، ان احنا كمصر اللي يكون بنصدر ده، مش بس المنتجات زي اللي حضراتكم شايفينها كده اللي بتبيعها هذه المنصة الالكترونية اللي جاية من الصين واللي جاية من الهند واللي جاية من امريكا واللي جاية من اوروبا واللي جاية من مصر وجاية من افريقيا وبيصدروها للعالم. لا، احنا كمان كمصر محتاجين نصدر منتجاتنا، منتجاتنا احنا اللي احنا بنعملها. طب ده هيتعمل ازاي؟ لازم يكون في منصة تسويق الكتروني زي امازون دي، زي امازون، منصة مصرية يتعرض عليها المنتجات المصرية اللي ممكن تتصدر، القابلة للتصدير، وخصوصا لو كانت هذه المنتجات ليها سوق كبير في محيطنا وخصوصا محيطنا الافريقي. اللي انا شفت بعناية احد المنتجات المصرية في جوبا، منتج مصري موجود في جوبا في المعرض بتاع صنع في مصر اللي اقيم في جوبا من شهرين، والله اول المعرض ما اتفتح اول 10 دقائق الشركة المصرية العارضة لهذه المنتجات الأجهزة المنزلية والله خلصت المعروضات اللي كانت جايباها من مصر عشان تعرضها في المعرض، خلصت في أول 10 دقائق. يعني السوق هناك متعطش لهذه المنتجات المصرية. وعدوا بقى حضراتكم كم من الدول الصديقة في أفريقيا عارفة منتجاتنا، عارفها كويس وعارفة سمعة المنتجات المصرية، ولكن السوق هناك ما يعرفش يجيبها منين، يجيبها ازاي. حتى المصنع المصري مش عارف يعرض فين على الناس دي ويعرض عليهم ازاي. ولو حصل الديل او الاتفاق مع المستورد الافريقي او العربي، هو مش عارف يصدر له ازاي ويتم الوساطة دي ازاي. عشان كده بقى في فكرة محترمة اللي هي فكرة جسور. جسور زمان كانت شركة النصر، دلوقتي بقى في اسم جديد بفكر جديد، جسور، بعد العراقة والتاريخ من عشرات السنين بدأت بعد شركة النصر ظهرت جسور، وواحد من أشكال التطوير في جسور إنها بتبني شراكات مع محيطنا في الإقليم أو حتى خارج الإقليم في دول إفريقيا وأماكن أخرى في العالم. نشروا أو طبقوا شيء اسمه الكتالوج الإلكتروني، كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية. زي ما حضرتك كده بتتصفح أي موقع بيع وشراء موجود على الإنترنت، بالتالي جسور اللي هي شركة النصر اللي حضراتكم طبعا عارفينها أطلقت الكتالوج الإلكتروني. هيقدر أي مصنع مصري، طبعا هنعرف الآلية، يعرض المنتج بتاعه، وبالتالي اللي راغب في شراء هذه المنتجات المصرية اللي كلها صنع في مصر بمستويات مختلفة هيقدر يدخل على هذه المنصة، يتواصل مع المنتج المصري، يتفق معاه، يحقق معاه الديل، وبالتالي يتم التصدير. المستهدف منه رقم الحقيقة مش قليل. المستهدف كصادرات زي ما قالت وزارة قطاع الأعمال وهي بتطلق هذه المنصة من شهر، قالت بنستهدف تحقيق 100 مليار دولار سنويا صادرات. رقم مش قليل إطلاقا. أكيد هنعرف تفاصيل التارجت او الهدف ده او الرقم ده ازاي يتحقق، يعني انجاز، لان انا اقول ده بالانجليزي. يعني برحب بالاستاذه داليا تدرس مساعد وزير قطاع الاعمال العام، برحب بحضرتك معانا، اهلا بيك من مصر. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وشكرا للمقدمه الرائعه دي. اهلا وسهلا بحضرتك. بالعكس، يعني احنا اللي بنشكركم على الفكر المتطور ده واللي الهدف فيه رائع، لكن خليني اقول لحضرتك ازاي هيتحقق. احنا حاطين هدف من خلال الكتالوج الإلكتروني 100 مليار دولار سنويا صادرات مصرية. أرجوكي، إزاي الكتالوج هيحقق ده؟ هو 100 مليار ده مستهدف قيادة سياسية لزيادة الصادرات المصرية. الكتالوج فكرته إن هو يبقى فيترينا لكل الطاقات الإنتاجية اللي موجودة في الاقتصاد المصري، الحاقا للفقره اللي حضرتك كنت بتتعرض ليها قبل كده، المواد البتروكيماويه. مصر فيها طاقات انتاجيه كتيره جدا، مواد غذائيه، منسوجات اساس، منتجات وايت جودز يعني ادوات منزليه، وحاجات تانية كتير قوي، صناعات هندسيه. الكتالوج بيعمل ايه؟ بيروج للمنتجات ديت في الاسواق الخارجيه، بيفتح سوق جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أي منتج كبير
يقدر يفتح فرع في بلد تانية أو يكون ليه وكلة. المشروعات الصغيرة والمتوسطة محتاجة حد ينوب عنها في ده علشان يبقى زي مروج علشان يوصلها للأسواق العالمية. فدي فكرة الكتالوج، إنه كل شركة بتسجل منتجاتها عليه. الأول بتسجل الشركة، بنتأكد بالتعاون مع الجهات القائمة على يعني إن الشركة دي عندها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، فشركة رسمية. وبعدين بتعتمد، بتبتدي تحط منتجاتها كلها على الكتالوج وسعر استرشادي وقدراتها الإنتاجية قد إيه. أنا أقدر أنتج 1000 قطعة في الشهر، أقدر أنتج 100 قطعة في الشهر، علشان المستورد برضو يقدر يبقى عارف الأوردر بتاعه دوت هيوصل في خلال قد إيه. طيب هل الشركة دي لازم تكون شركة كبيرة ولا متوسطة، ولا زي ما حضرتك ذكرتي يعني يمكن يكون مسموح بالشركات الصغيرة ومتناهية الصغر مثلا؟ هل ده متاح؟ هل في شرط مالي أو ملاءة مالية عند الشركة تمكنها أنها تدخل، وتحت ده ما تقدرش تدخل في الكتالوج؟ لا، الشرط ان الشركه تكون رسميه معتمده. بالعكس سجل. احنا بنستهدف الشركات المتوسطه والصغيره اللي هي ما تقدرش تعمل دوت بنفسها بخلاف الشركات الكبرى. طبعا بنرحب بالشركات الكبرى، عشان كده ده كان سبب التعاون مع جهات مختلفه بتعتبر مظله لشركات كبرى وشركات متوسطه وصغيره كمان. طيب بعد ما فرضنا ان المسوق عفوا المستورد اللي في الدولة الاخرى عجبه هذا المنتج، دور الكتالوج او الهيئة او وزارة قطاع الاعمال ايه عشان تسهل بقى للمنتج المصري او المصنع المصري ان هو يصدر حاجته لهذا المستورد، وخصوصا ان في بعض الاماكن في صعوبات لوجستية، يعني فكرة نقل المنتج من مصر الى دول مثلا في قلب قارة افريقيا مكلف جدا، صعب جدا، بياخد فترة طويلة. حلو السؤال، شكرا لحضرتك. أشكرك. هو الهدف الأول، هي مش وزارة قطاع الأعمال العام، هي شركة النصر للتصدير والاستيراد بدورها اللي بيطلق عليه الاكسبورت هاوس أو الفورن تريد هاوس لمصر، فهي كأنها بتنوب عن المشروعات في مسألة الصغيرة التجارة الخارجية في الأسواق العالمية. بالضبط كده، هو تصديرا واستيرادا، مش تصديرا بس، وهنوضح ليه دلوقتي. احنا المصدر بيحط المنتج بتاعه، شركة النصر مش باقية. ده اللي بيختلف عن اي منصة تانية، انه في ناس مروجين على الارض في فروع شركة النصر بره. دورهم ان هم بيروحوا لتجار الجملة في البلاد دي وبيوروهم المنتج المصري. لا يخفى علينا ان يعني المنتجات الصينية والهندية ومنتجات تانية كتير بتغزو القارة الأفريقية. احنا في مصر يعني اتأخرنا شوية ان احنا نغزو الأسواق ديت، محتاجين حد موجود على الأرض يوري تجار الجملة المنتجات المصرية ويقنعهم بيها. فده الدور اللي بتقوم بيه الفروع بتاعة الشركة في الخارج. طيب فكرة النقل واللوجستيات هل بتساعدوا المصنع ده ان هو سواء بالنصيحة او من خلال طبعا وكلائنا في النصر لإصدار وتصدير في الخارج، هل بتدوم نصيحة؟ هل لو محتاجين دعم، فكرة دعم عشان اقدر انقل البضاعة دي، هل بيقدم دعم مادي ولا دعم لوجستي او ايه شكله مثلا؟ الدعم بيتقدم في صورة انه مجموعة من الخدمات اللوجستية متكاملة بتتقدم للمصدر. فإحنا عاوزين كل مشروع يركز على الإنتاج، بداية من أن المنتج بتاعه يظهر عليه طلب، يتعمل عليه أوردر. بعد كده الشركة بتقوم بكل الأدوار، بتاخد بتنقل المنتجات من باب المصنع، نقل بري لغاية الميناء أو لغاية المطار حسب هو يتشحن إزاي. كويس. تعمل تخليص جمركي، بتشحنه بري او بحري، بري او جوي حسب البلد المستهدفه. بتخزن هناك بالتعاون مع شركات كبرى عندها مخازن لغايه لما يتسلم للمستورد هناك، تاجر الجمله هناك. فهي مجموعه متكامله من الخدمات اللوجستيه بالاضافه الى خدمات ماليه بتتقدم بالتعاون مع مؤسسات مصرفيه وتامينيه. الشحنة ممكن يتأمن عليها دور تو دور، يعني من باب المصنع لغاية باب مخزن المستورد. البنوك مجرد انه الواحد المشروع ده عنده أوردر موجود بتديله تمويل، سواء كان تمويل
لمواد خام يعني علشان خاطر ينتج الاوردر او تمويل تريد فاينانس لغايه التحصيل ما يتم. والله ده شيء عظيم جدا. فهي مجموعه متكامله من الخدمات طبعًا. سواء ترويج او لوجستيات طبعًا. او خدمات تمويليه علشان نفتح سوق جديد ونمكنه. الكتالوج بيقدم حاجه تانية مش بس صادرات، انما اي شركه ممكن تحط على الكتالوج المنتج بتاعها وتحط مدخلاته كمان. مثال بسيط، انا بعمل شوكولاته، بصدر شوكولاته، عاوز استورد كاكاو عشان ده مدخل من مدخلات الانتاج. بحط الكاكاو كمان على الكتالوج علشان خاطر الفروع بتاعت شركه النصر تحاول تجيب لي وارداتي من المدخلات باسعار احسن الاسعار. بالصوره ديت عشان حضرتك اتكلمت على الدعم والتكلفه بتاعت اللوجستيات، المراكب او الطيارات بالكارجو هتروح مليانه وهترجع مليانه، ده بيقلل سعر النولون على المصدر او المستورد. حقيقي. كل ما الفوليوم او حجم التجاره دوت يزيد كل ما تكلفه الشحن هتقل. طبعا طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ داليا تدرس، يعني عرض رائع ووافي وشامل للكتالوج الالكتروني اللي طبعا شركه جسور لكانت النصر للاستيراد والتصدير طبعا اطلقته. كل التوفيق لحضراتكم، وان شاء الله الكتالوج الالكتروني للمنتجات والصناعات المصريه باذن الله يكون عليه طلب، يكون عليه اقبال. كمان فكره الميديا او فكره التوعيه والنشر والاعلان والدعايه للكتالوج اعتقد يعني دي محتاجه كمان حديث اخر، ولكن ان شاء الله لقاءاتنا تتكرر مع حضرتك قريبا. يعني شكرا جزيلا استاذ داليا تدرس مساعد وزير قطاع الاعمال العام. نخرج لفاصل، وفي الفاصل هنشوف تقرير اخباري الاهم احداث ال 24 ساعه، خليكم معنا. انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بتواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلكم الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وأنه لا توجد أي زيوت معادة للتدوير ضمن السلع التموينية في المجمع المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعية، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية. أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء تلقي أفكار ومقترحات مبتكرة على الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي لاستقبال حلول مبتكرة لتصميمات أجهزة تعويضية، أطراف صناعية وأجهزة تقويمية ومساعدات الحركة. صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية لتكون بحد أدنى يصل ل 52% بدلا من 55% لهذا العام. يأتي هذا في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أعداد الطيارين وطبقا للشروط والمحددات العامة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيض نسبة القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام ليكون 60% بدلا من 65% من المجموع الكلي للدرجات. أعلنت وزارة القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 4205 من الشبان بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 من ذوي الهمم والعزيمة من خلال شهادة القيد المرتدة كعب العمل من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية. العالم قصص نزوح ولجوء، نزاعات، حروب، حصار، كوارث طبيعية، وانعدام مستمر للأمل. على مدار تاريخ مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والممتد لسبعين عاماً، وفي ظل عالم يتعرض فيه شخص للتشريد القسري كل ثانيتين، هناك 1% من البشر مشردون. تجاوز عدد اللاجئين 26 مليون، كما شهد العالم أعلى مستويات التشريد على الإطلاق وتجاوز الرقم 82 مليون.
التقرير الأخير يظهر أن هناك 5,700,000 لاجئ فلسطيني تحت راية الأونروا. هناك نزوح ل48 مليون شخص آخرين داخل بلدانهم. مصر تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين من 56 دولة مختلفة. تسمح الحكومة لغير المصريين أثناء إقامتهم في مصر بالاختيار بين دراسة المنهج المصري أو مناهج بلدانهم داخل مدارسها أو السفارات التي ينتمون لها، كما أن هناك منح اللاجئين وطالب اللجوء في مصر الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية الحكومية، ويكون على قدم المساواة مع المصريين منذ عام 2016، والدليل على ذلك حملة 100 مليون صحة. تحث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قادة العالم على تكثيف جهودهم لتحقيق الاستقرار والتعاون، فخلف كل رقم هناك شخص أجبر على ترك منزله وقصص من قصص الحرمان والمعاناة. من مصر، محمد عبد العال. الحياة إشادة المكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بالقرار اللي مصر بتتخذه للعام الثاني، إن وزارة التربية والتعليم بتسمح للطلبة اللاجئين أو من طالبي اللجوء طبعا مع أهلهم يعني، والأوراق الخاصة والوثائق الخاصة بالتسجيل بتاعتهم خلاص يعني أصبحت قديمة أو صلاحيتها خلاص انتهت، هيسمح ليهم إن هم يدخلوا المدارس المصرية زيهم زينا زي أولادنا، معاهم في نفس الفصول، معاهم في نفس الأماكن، هيتلقوا التعليم بنفس المستوى دون أي أعباء ودون أي أحمال عليهم أو على أهلهم. طلاب اللاجئين ولادنا وولاد إخواتنا، سواء كان من سوريا، سواء كان من اليمن، سواء كان من السودان أو من جنوب السودان، دور الحقيقة أشادت به وقرارات أشادت بها مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رغم الحقيقة المشاهد التانية اللي ممكن نشوفها في أماكن أخرى في العالم لأوضاع اللاجئين. أنا على سبيل المثال زرت عدد من مخيمات اللاجئين سواء في المنطقة العربية، عبارة عن خيم في الصحراء في عز الحر وعز البرد، خيم في الصحراء ناس نايمة على رمل، أو في شرق آسيا ناس تكاد تأكل فروع الشجر من اللاجئين في أماكن نائية ومعزولة وغير آدمية، تخلو للمية، تخلو من المية، تخلو من أي شكل من أشكال الأمان، مفيش، لدرجة ناس ممكن تأكل فروع شجر. ده أنا شفته بعناية في مخيمات الروهينجا مثلا يعني على الحدود ما بين بنجلاديش وميانمار، شيء قاسي لا يمكن أقدر أوصفه لحضراتكم. ولكن الحمد لله هنا في مصر انتصرنا للإنسانية، انتصرنا لإنسانيتنا بهذه القرارات والأشادت بيها مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الكريمة عبر سكايب السيدة ريم عبد الحميد، رئيس قسم العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيدة ريم، مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء النور. سيدة ريم، يعني كيف استقبلتم هذه القرارات الخاصة باستقبال الطلاب اللاجئين حتى لو انتهت صلاحية الإقرارات الخاصة بهم أو التسجيل الخاص بهم استقبالهم في المدارس المصرية؟ يا أستاذ عمر، هي يعني مبدئيا خلينا نقول أنه وزارة التربية والتعليم سمح أصلا للاجئين وطالبي اللجوء في مصر أن يلتحقوا في مدارس مصر، إن كان الحكومية أو الخاصة تحت إشراف الوزارة ومسؤوليها. الجديد زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنه من السنة اللي فاتت بصفة استثنائية بسبب جائحة الفيروس كورونا، الوزارة سمحت للطلبة اللاجئين اللي ما عندهمش إقامة سارية أو عندهم مستندات من المفوضية بس منتهية ومنتظرين أن هم يجددوها، صحيح، أن يسجلوا في المدارس عشان يقدروا يلتحقوا في العام الدراسي، ودي السنة الثانية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الدعم اللي المكتب بيقدمه في الإطار ده بالنسبة لهؤلاء الأطفال، التعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن للتيسير على هؤلاء الأطفال وعلى أسرهم للدخول في المدارس رغم أن أوراق الثبوتية الخاصة بهم ممكن تكون انتهت صلاحيتها؟ نعم، وإحنا في الوزارة، في المفوضية عفوا، دورنا طبعا أن إحنا نسجل على قد ما نقدر، أن إحنا نقدر نجدد أوراقهم
ونسجلهم عشان يقدروا يكونوا عندهم صفة سليمة يعني في البلد هنا. ولكن هي طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت من خلال شركائنا وتحت تعليمات وإشراف الوزارة مسموح ان هم يسجلوا في للعام الدراسي المقبل اللي هيبتدي حالا دلوقتي. هل في تقديرات سيدة ريم للأطفال في تحت التعليم الجامعي أو في سن التعليم الأساسي من اللاجئين اللي بيتلقوا تعليم داخل مصر؟ في تقديرات لأعدادهم؟ هم في حدود كل سنة بيكونوا تقريبا 50,000 طالب. طبعا هو التسجيل بيتم حاليا فما اقدرش اقول لك الرقم يعني قياسا بالسنة اللي فاتت 50,000 طالب في جميع انحاء المراحل التعليمية. في ايضا 400 طالب ذوي احتياجات الخاصة ودول ملتحقين في مدارس خاصة مليئة طبعا عشان تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة ليهم. كمان في الحالات دي المفترض الطالب المصري بيدفع رسوم دراسية، يعني رسوم الدراسة الحكومية، يعني هي مجانية ولكن يعني مصاريف رمزية. هل الطالب اللاجئ بيعفى من هذه الرسوم ولا لا؟ لا، هو زيه زي المصريين. يعني الالتحاق اللاجئ او طالب اللجوء في المدارس زيه زي المصريين بالظبط، بنفس المصري بنفس المصروفات الدراسيه، مش اكتر او اقل. نعم، لا ولا اقل ولا اكتر. التعليم الجامعي، طيب احنا يعني طبعا الخبر كان على التعليم الاساسي المدارس وزاره التربيه والتعليم، ولكن التعليم الجامعي شكل التعاون ما بين مكتب المفوضيه ووزاره التعليم العالي المصريه ايه؟ هو يعني يطبق نفس الـ 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 الشروط، ولكن لو الجامعة خاصة أو الجامعة خلينا في الحكومية فيها رسوم، لا الحكومية زيهم زي المصريين، زيهم زي المصريين بصفة استثنائية. نعم طيب، واحنا في فتره كورونا، واحنا في الوقت اللي بيتم فيه تعميم اللقاحات وامداد الجميع باللقاحات، اللاجئين ازاي بيحصلوا على اللقاحات؟ هل عن طريق المكتب ولا بيسجلوا عن طريق وزاره الصحه المصريه؟ لا، بيسجلوا عن طريق الوزاره، المنصه اللي موجوده، المنصه الاهليه اللي موجوده للمصريين. بيقدروا يدخلوا عليها ويطلبوا ان هم ياخدوا اللقاح بمستنداتهم، هم بيدخلوا بمستنداتهم بتاعه المفوضيه. مظبوط. طيب الى اي مدى حضرتك شايفه ان ده جيد في اطار ندره اللقاحات، وفي دول الحقيقه حتى لا تستطيع توفير اللقاحات حتى لمواطنيها وليس للاجئين؟ يعني مع احترامي وتقديري، طبعا احنا شاكرين جدا ان كان، يعني احنا شاكرين جدا ان كان لوزاره التربيه والتعليم او لوزاره الصحه في الحاله دي ان هم بيتعاملوا مع اللاجئين بصفه يعني او بطريقه سويا زيهم زي المصريين. دي مش متواجده في بلاد كتيره جدا، يعني ما فيش البلاد اللي ادت لقاح للاجئين يتعدوا على الصوابع، يعني ما فيش ما هواش اولويه في البلاد الثانيه. هل في مشكلات بتواجهكم وبالتالي شغالين عليها، او في تطوير للخدمات او تحسين الخدمات المقدمه للاجئين ولابنائهم مع الجهات الحكوميه المصريه، شغالين في اطار تطويرها؟ يعني احنا التنسيق بيتم على طول مع جميع الوزارات، بالذات وزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه، يعني اكثر من اي وزاره ثانيه، عشان نقدر نوفر ما بين احنا ومكاتب الامم المتحده المتخصصه الاخرى والجهات الغير حكوميه المصريه والدوليه، عشان نقدر نوفر الخدمات والمساندات والمساعدات اللي محتاجينها اللاجئين استثناء وجودهم على الارض المصريه. استاذ ريم عبد الحميد، رئيس قسم العلاقات الخارجيه بمكتب مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين في مصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معنا. خبر الحقيقة سعيد جدا جدا بالنسبة لنا كمصريين وكل الناس المهتمة بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، ان يصدر تقرير الخاص بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي. ده واحد من اهم المؤشرات لتقييم التعليم العالي على مستوى العالم كله.
بيزف لينا خبر وبشرى جيدة جدا فيما يتعلق بجامعاتنا المصرية، إن تم إدراج 23 مؤسسة تعليمية تعليم عالي مصرية في تصنيف التايمز لهذا العام 2022. 23 مؤسسة أو جامعة، خلينا نقول ببساطة 23 جامعة مصرية دخل في تصنيف تايمز. لو حضراتكم بصيتوا هذا التصنيف من التايمز البريطانية هتلاقوا حضراتكم أن مصر وجامعات مصر تحتل المرتبة الأولى على المستوى العربي في عدد الجامعات وفقا لمعايير وشروط التايمز لدخول هذه الجامعات والمؤسسات التعليم العالي إلى المؤشر بتاعها والتصنيف بتاعها. فمصر الأولى عربيا ب 23 جامعة أو مؤسسة تعليمية تعليم عالي، ثم تأتي المملكة العربية السعودية في المركز الثاني ب 15، ثم الإمارات بخمسة، قطر واحد، الكويت واحد، عمان واحد، البحرين لا يوجد. زي ما حضراتكم شايفين ده بالنسبة للعالم العربي. وبالمناسبة والشيء اللي يسعدنا والشيء اللي يشرفنا ونفخر بيه إن عدد الجامعات الحكومية، عدد الجامعات الحكومية أغلبية وباكتساح في هذا التصنيف من بين 23 جامعة ومؤسسة تعليمية تعليم عالي. يعني سريعا كده أقول لحضراتكم إيه الجامعات المصرية اللي التايمز اعتمدتها ال 23. اسمها هنقولهم كلهم. هنلاقي جامعة أسوان، كفر الشيخ، المنصورة، قناة السويس، القاهرة، بنها، بني سويف، منوفية، جنوب الوادي، الزقازيق، عين شمس، الأزهر، اسكندرية، أسيوط، الفيوم، المنيا، طنطا، وحلوان، وجامعة بورسعيد. تمام كده؟ دول الحكومي، بالإضافة لأربعة آخرين خاص أو تابع لهيئات. هنلاقي الجامعة الأمريكية بالقاهرة، هنلاقي الجامعة الألمانية، هنلاقي جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. أربعة خاص أو تابع لهيئات، والباقي 23 جامعة حكومية مصرية. بقول مبروك للأستاذ دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي على الأخبار الجميلة دي. دكتور عادل مساء الخير. مساء النور، ألف مبروك لمصر كلها والأسرة التعليم العالي، ودايما يا رب مؤسساتنا في نمو مضطرد ومزدهر على المستوى العالمي يا رب إن شاء الله. يا رب. ما أسعدني يا دكتور طبعا ال 23 ككل، ولكن لا يقل عن 19 جامعة حكومية مصرية في تصنيف التايمز، كيف تروه؟ أرى حضرتك أنه عدد الباحثين في الجامعات الحكومية هو العدد الأكثر. قاعدة علمية عريضة عندنا، تراكم بحث كبير بالنسبة للجامعات الحكومية، لأن حضرتك لما تنظر لهذا التصنيف الدولي بيعتمد على مجموعة متغيرات أساسية. أهم هذه المتغيرات هو إنتاج الجامعة من البحث العلمي المنشور على المستوى الدولي، والبيئة التعليمية داخل الجامعة، وأيضا حجم الاستشهاد بالأبحاث الدولية المنشورة لهذه الجامعة، ودور الجامعة في خدمة الصناعة. وبالتالي كل هذه المتغيرات الحقيقة لما تتوافر في 23 جامعة على أرض مصرية، منهم 19 جامعة حكومية، ده له دلالة مهمة جدا على أولا النمو المضطرد في عدد الجامعات المصرية. خليني أقول لحضرتك طبعا بالارقام. 2016 كان تصنيفنا في التايم صفر، يعني كنا بنتكلم 2015 صفر، 2016 ثلاث جامعات، ثم بدانا نمو مضطرد الى ان وصلنا الى 23 جامعه بتصنيف. انا ما كنتش عارف موضوع الصفر، انا بس كنت فاكر ان في 2017 كان في مجرد 8 جامعات و22 23 جامعه، فالقفزه كبيره من 17 ل 21 أو 22. حضرتك 2015 ما كانش عندنا ولا جامعة، 2016 كان عندنا 3 جامعات، ثم 8، ثم تباعا إلى أن وصلنا ل 23. دلالة ده إيه؟ دلالة ده إنه في منافسة بين الجامعات، منافسة شريفة، في اهتمام بالبحث العلمي، في اهتمام بالنشر الدولي. خليني أربط ده حضرتك بتصنيف مصر أيضا على المستوى الأفريقي وترتيب مصر الدولي في النشر الدولي. آخر إحصائيات احنا ترتيبنا دوليا 30 على مستوى العالم في النشر الدولي للابحاث باجمالي 32 الف بحث، وبهذا النشر وبهذه المكانه خدنا الرياده على مستوى القاره الافريقيه. هذا الاهتمام بالبحث العلمي وهذا الاهتمام بالنشر الدولي ودعم الدوله ودعم الجامعات
ووجود دعم فني كبير من وزارة التعليم العالي للجامعات، وأيضا تنظيم الجامعات لاحتفالات سنوية أعمال الباحثين أدى بنا إلى هذا الوضع. يعني إحنا بالتالي الأول عربيا والأول إفريقيا وفقا للتايمز في الأبحاث المنشورة دكتور؟ يعني خلينا أقول لحضرتك إفريقيا إحنا الأول في البحث العلمي بإكمال 32 ألف بحث منشور دوليا إحصائيات 21 وترتيبنا 30 على مستوى العالم. تمام. وفي بعض التخصصات العلمية إحنا ترتيبنا سابق عن ال 30 كمان دوليا، يعني في بعض التخصصات الدقيقة بنحتل فيها المرتبة ال 17 والمرتبة زي 20. إيه هي التخصصات يا دكتور على سبيل المثال النانو تكنولوجي مثلا. فعلا؟ طبعا ده تخصص ده عظيم جدا الخبر ده. إن إحنا لنا حضرتك تقدم في هذا الترتيب على المستوى الدولي. في النانو تكنولوجي إحنا من أول 17 دولة في نشر البحث العلمي على مستوى العالم؟ إحنا ترتبنا 25 بالظبط. 25 حلو. 25 25 من كام يا دكتور؟ 25 بقول لحضرتك على مستوى الدولي، يعني معناها كل الدول اللي لها نشر دولي في هذا المجال ترتبنا هذا الموضوع. ده معناه دلالته ايه؟ خلي بال حضرتك كمان اذا كان ترتيبنا على مستوى الجامعات في بعض التخصصات داخل بعض الجامعات ترتيب اكثر تقدما. يعني ده ترتيب وفقا للجامعات الجامعه ككل ككيان كامل. إنما حضرتك لما تمسك بعض التخصصات لنا ترتيب فيها عظيم. أكثر تقدم. ده دلالته إيه؟ اهتمام متناوب من الدولة. يعني أنا متصور خلال الفترة القادمة ستجني الدولة ثمار وحصاد هذا التوسع الكبير في إنشاء جامعات جديدة وشراكات دولية جديدة. إن شاء الله كل التوفيق دكتور، كلنا ثقة الحقيقة في الجهود اللي بتتم في قطاع التعليم العالي. يكفي الجامعات الأهلية وجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي اللي بتنتشر في مصر بهذا الشكل الحقيقي الكبير ما شاء الله، بشراكات أجنبية حتى جامعات أخرى زي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، شيء الحقيقة رائع وراقي جدا. شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. شوف حضراتكم البحث العلمي بيوصل لفين. البحث العلمي هو أداة لتطور، أداة لرقي الأمم، هكذا بتبنى الأمم، مش بأنا آسف الكلام الفاضي، الكلام اللي لا يجيب ولا يودي، كلام بالعكس اللي يأخر مش يطلع قدام. هو الكلام ده هو اللي تبني بيه الدول، تبني بيه الشعوب. تعليم البحث العلمي هو ده اللي يبني الشعوب، هو ده اللي يفيد البشرية في الآخر، مش الكلام الفاضي أنا آسف. يعني تخيلوا حضراتكم إن العالم بيبتكر وبيخترع. نشوف مثلا لقاح أسترازينيكا، لقاح اتعمل عشان خاطر كورونا، عشان يعالج كورونا، وفي فريق بحثي من جامعة أكسفورد شغالين علماء وخبراء. الجديد في الأمر إن نلاقي إن الأبحاث الجديدة، ودي الحقيقة خبر سعيد جدا جدا جدا، سواء في فريق بحثي من جامعة أكسفورد مع معهد لودفيج الخاص بأبحاث السرطان، لقوا شيء الحقيقة فارق تمام. هو إن اللقاح ده الخاص بأسترازينيكا اللي بيستعمل ضد فيروس كورونا يمكن تطويره كلقاح لعلاج السرطان. الباحثين البريطانيين وصمموا الفريق البحثي الحقيقه يعني قالوا ان ده قد يكون جيد، قد يكون علاج للسرطان مكون من جرعتين باستخدام نفس تقنيه لقاح كورونا. خبر عجيب قدام حضراتكم اهو من اوكسفورد، ان الفاكسين اللي ان يمكن ان يستعمل الفاكسين الخاص باسترازينيكا لعلاج الكوفيد 19 يمكن استخدامه او التكنولوجيا بتاعته انها تعمل حاجه كده او فاكسين لعلاج الكانسر او علاج السرطان، وده امر محتمل حدوثه او استخدامه. اروح للدكتور احمد سلمان استاذ الفيروسات بجامعه اوكسفورد وعضو الفريق البحثي المشارك في ابحاث لقاح استرازينيكا، واللي بالتالي هل ممكن بعد مساء الخير يا دكتور احمد يتحول استرازينيكا من علاج كوفيد 19 الكورونا او كلقاح الكورونا يتحول لعلاج للسرطان؟ مساء النور، اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا دكتور خليل وبالساده المشاهدين. طبعا يعني ده خبر سعيد جدا. هو التقنية نفسها ليها تطبيقات كتير، يعني استخدام تقنية النقل الفيروسي، وجايز أشهر الناقلات الفيروسية هو استخدام فيروس الأدينوفيروس
لها تطبيقات كتيرة جدا، جايز أحدها فقط هو استخدامها كلقاح، لكن هي بتستخدم كطريقة مثلى يعني إرشاد جهاز المناعة إنها تأخذ خطوة معينة. الاستجابة المناعية دي ممكن تكون ضد عدوى فيروسية، ممكن تكون ضد عدوى بكتيرية أو عدوى طفيلية تمام. أو حتى بروتين غريب نتيجة طفرة أو سرطان في الخلية، تقدر توجه جهاز المناعة للخلية المصابة بالمرض أو توقف بالسرطان النمو بحيث إن هو يقدر السرطاني يتخلص ده منه. زي ما بتوقف بالظبط. الفيروس عن الانتشار يعني في الجسم. بالظبط، هو الفكرة كلها إنه جهاز المناعة يعني شيء حيوي جدا ومهم جدا للخلايا نفسها. كل خلية في جسمنا لها تواصل مباشر مع مكونات جهاز المناعة. جهاز المناعة لو وجد أي شيء غريب في الخلية، سواء نتيجة عدوى أو سرطان أو طفرة أو خلل معين في الخلية، إذا لم يتم تصليح هذا الخطأ في الخلية، جهاز المناعة بيتخلص منها مباشرة، ومن ذلك خلايا السرطانية. كل يوم آلاف الخلايا من جسمنا نتيجة حتى المتغيرات اللي في العصر الحديث والتلوث والإشعاع بتتحول لخلايا سرطانية. ولكن ربنا خلق يعني صورة للتواصل بين خلايا جسمنا وجهاز المناعة، إن هي لو فيها أي خلل تقدر تعرضه لجهاز المناعة. في بعض أنواع السرطانات بتقدر تهرب الخلايا من جهاز المناعة، ولكن باستخدام تقنيات معينة كلقاح زي مثلا الناقل الفيروسي، ممكن توجه خلايا جهاز المناعة إن هي تقدر تتعرف على خلايا السرطانية وتتخلص في جهاز، طيب أو يعني في الجسم طيب تستخدم السرطان. بشرنا يا دكتور بعد التفسير العلمي القيم اللي حضرتك ذكرته، ولكن اللي احنا شايفينه دلوقتي من موقع أكسفورد الخاص بأكسفورد نفسه هو اللي نشر هذا الخبر، فبالتالي قد يكون مصدر تساؤلات. يعني هل وأنا واحد من الناس اللي خدوا أسترازينيكا بالمناسبة، فبالتالي ممكن أسأل حضرتك هل بالتالي اللقاح اللي أنا أخدته كأسترازينيكا ممكن يكون ليه دور في إكساب جسمي مناعة ضد أي انتشار للخلايا السرطانية؟ هو اللقاح نفسه شيء مختلف جدا. يعني لو هنتكلم على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس الكورونا المستجد، هو بيستهدف فيروس الكورونا المستجد، تمام. ولكن التقنية نفسها دلوقتي احنا وجدنا فيه خلايا سرطانية اللي بتصيب الرئة، يعني بتنتج بروتين نتيجة خلل في هذه الخلايا أو طفرة في الخلايا السرطانية اسمه MEGE، والبروتين ده بيبقى موجود فقط في هذه الخلايا السرطانية. وبالتالي بناخد التسلسل الجيني لهذا البروتين، بنحطه في الادينوفيروس. الادينوفيروس لما بنحقنه كلقاح بيحفز جهاز المناعة، وخاصة الخلايا التائية بتقدر تتعرف على الخلايا السرطانية وتتخلص منها قبل ما تبتدي تتكاثر وتسبب يعني ورم أو سرطان يقدر ينتشر وبعد كده تحدث المضاعفات بتاعته. في بالفعل بنفس التقنية، يعني استخدام هذه التقنية ك لقاح ضد أمراض سرطانية أخرى، جايز أشهرها يعني ضد سرطان عنق الرحم، أو حاليا في الكلينيكال ترايلز شغالين على سرطان للبروستاتا بنفس التقنية. بالظبط، بنفس التقنية. بروتين بيبقى بالظبط بيبقى بروتين فقط موجود في هذه الخلايا، معلش يا دكتور وبالتالي أنت ممكن أحمد، تحفز أصابه. أنا عارف طبعا حضرتك بتتكلم بشكل علمي، ولكن أنا أدبي، فأنا بحاول جاهدا إن أنا أفك شفرات الأمور دي، فلكن برضه عشان نبسط للسادة المشاهدين، إن بالتالي ممكن التقنية بتاعت لقاح أسترازينيكا هتتعدل ويتحط عليها بعض الإضافات. اسمح لي أبسط التبسيط، أتمنى ألا يكون تبسيط مخل، يعني ده صحيح تماما، بعض ده صحيح الإضافات تماما. اللي ممكن بالتالي يكون جاهز للاستخدام في حالات بعض أمراض السرطانات بعد ما يتم إضافة عليه أشياء، صح كده؟ بالظبط، يعني احنا بنستخدم الفيروس بحيث ان احنا يعني يكون أداة لتوجيه جهاز المناعة ضد بروتين معين، بمجرد إن الخلايا تتعرف عليه هتعرف إن ده جسم غريب، سواء كان مصدره فيروس زي مثلا فيروس الكورونا، بنوجه جهاز المناعة إن هو يستهدف أي خلية فيها بروتين الأشواك. بنفس الفكرة، أي خلايا هيبقى فيها بروتين موجود فقط في خلايا السرطان، بنوجهها عن طريق هذا اللقاح إن هي تستهدفه خلايا جهاز المناعة وتتخلص منه قبل ما يحدث أي انتشار لهذا السرطان يعني، أو تحدث مضاعفات. طيب نقدر نقول إن في وقت محدد لهذه الأبحاث اللي بتعملها أكسفورد ولودفيج، معهد لودفيج لأبحاث السرطان،
عشان تخرج نتيجة ويخرج بالتالي برودكت أو منتج زي ما خرج أسترازينيكا؟ طبعا احنا جايز يعني لو في فايدة من فوائد الفترة الصعبة اللي احنا موجودين فيها دي، ان هو موضوع التجارب السريرية والأبحاث بقت ممكن تحدث يعني رتم أسرع قليلا، بقى في إيمان أكبر بفائدة الأبحاث، بقى في تمويل وانتباه من الجهات يعني التشريعية، وابتدت التصريحات إنها تقدر تتجاوب بصورة أسرع. وحاليا التجارب شغالة على 80 متطوع، المفروض يعني في الطبيعي خلال يعني من 3 لـ6 أشهر على الأكثر هتبقى في نتائج متاحة إنها تنشر، وبناء عليها أتمنى إن هو نقدر ننتقل للخطوة التالية ومثلا يتم تجربتها على عدد أكبر، وإن شاء الله يعني تأخذ اعتماد. يعني الحاجة اللي ممكن برضو تكون شيء إيجابي إن هو قبول الريسك أو المخاطرة في الأمراض السرطانية بيبقى أعلى. يعني في اللقاح ضد مرض انت بتدي الناس اصحاء تماما، وبالتالي نسبه الخطر او المخاطره لازم تبقى قرابه الزيرو او الصفر. لكن في الامراض السرطانيه او اي علاج، لان اللقاح في هذه الحاله ممكن يستخدم حتى بعد ان يكون الشخص لا قدر الله اصيب بالسرطان، بتقدر برضه تعمل سيطره عليه عن طريق جهاز المناعه، ان انت تقلل من حدته، فممكن يبقى مقبول على طبعا يعني وجود بعض المخاطر او بنسبه طبعا فيها مخاطره اعلى. واتمنى ان هو الموضوع يمشي هيمثل امل باذن الله، وهيمثل امل بالنسبه لناس كتير. ولكن حضرتك برضو بتاكد لي ان هو ممكن يستخدم كوقايه ولا كعلاج لبعض انواع السرطانات مستقبلا؟ انا عارف لسه الابحاث ما خلصتش، يعني حتى الآن يمكن يعني التوقع إن هو، لأنه اللقاحات في الغالب بيبقى اسمها يعني بريفنتيف أو بتمنع مانع وبتبقى فعاليتها في الغالب قبل ما تصاب، لكن في حالات نادرة جدا بعض اللقاحات بنسميها ثيرابيوتيك، يعني ممكن تتاخد حتى لو أصبت بالعدوى ويبقى لها دور يعني فعال جدا، منها مثلا لقاح هيباتايتس بي طبعا بيكون ممكن يستخدم كثيرابيوتيك، او حتى سرطان عنق الرحم او الكلام ده كله. طيب ده لحد دلوقتي نامل ان هو يمكن استخدامه في الحاله دي. ده شيء الحقيقه مهم وبارقه امل بالنسبه لناس كتير، ويعني اخيرا يعني ايجاد علاج ناجح وناجع للاورام بهذا الشكل ان شاء الله نتمناه كذلك، وحتى ممكن تكون مانع للاصابه زي ما حضرتك ذكرت، فده اعتقد شيء عظيم جدا. وشكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا دكتور احمد سلمان، استاذ الفيروسات بجامعه اوكسفورد وعضو الفريق البحث المشارك في ابحاث لقاحات استرازينيكا. وطبعا شيء يشرفنا طبعا الدكتور احمد مصري، نفخر بيه ان هو في هذا المكان، وان شاء الله ده خبر يكون بشرة خير. بكره ان شاء الله هيبقى في ماتش مهم تاني، مباراه لينا في مشوار تصفيات كاس العالم، هنقابل بكره الجابون، ولكن المره دي ان شاء الله زي ما عرفنا كده من الاخبار اللي جايه ان في تفكير واعاده تفكير لكابتن حسام البدري والجهاز اللي معاه في التشكيله اللي هيلعب بيها بكره، خصوصا ان صلاح هيكون موجود، مصطفى محمد كمان هيكون موجود، فاعتقد يعني ونتمنى من الله ولا يكتر على الله ان بكره يكون في اداء افضل من اللي شفناه من يومين ثلاثه هنا قدام انجولا، فنتمنى من الله كذلك. والحكم بكره هيكون بكاري جسم، فبكره كلنا تشوق ان احنا نشوف اداء اخر لمنتخبنا الوطني، اداء في روح، اداء في فكر بيتنفذ في الملعب، نحس ان احنا في حاجة، اما ندافع او نهاجم او التوازن او ما الى ذلك. يعني واحنا بنتكلم على المنتخب بنتمنى له كل التوفيق بكرة، كان لازم ان احنا نقف مع ذكرى كانت امبارح 3 سبتمبر، الذكرى 9 لرحيل الجنرال الكابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن جوهري يعني على المستوى الشخصي، وانا تشرفت يعني اتعاملت معاه عن قرب، يعني ما اقدرش احكي عليه، يعني ما اقدرش احكي عن هذا الرجل، يعني اب وانسان بمعنى الكلمه، محب جدا لبلده، محب لكره القدم، خبير بمعنى الكلمه. قابلته وهو كان وقتها كان مسؤول عن تطوير الاتحاد الاردني او مسؤول عن الكوره في الاتحاد الاردني لكره القدم، فرد قدامي والله، يعني فرد قدامي ورق كده كبير، دي خريطة تطوير كرة القدم من أول الناشئين والتعامل معاهم لغاية المنتخب الأول. كان جنرال، كان خبير، كان محارب شارك في حرب أكتوبر، كان ليه أدوار مع المنتخبات المصرية وحقق كأس الأمم الأفريقية 98 وفرحنا
كلنا ب 98، كان لي ادوار مع الاهلي ومع الزمالك وحقق معاهم بطولات مهمه مع المنتخب المصري كمان كلاعب، وصل بينا لكاس العالم في 90 وادينا اداء يعني كان في شخصيه قدام بطل اوروبا وقتها هولندا وقدام انجلترا وقدام ايرلندا. يعني الحقيقه رحمه الله عليه كابتن محمود الجوهري علامة وسيظل علامة الحقيقة في تاريخ الرياضة المصرية. برحب بكابتن فكري صالح، يعني خبرنا طبعا في مجال تدريب حراسة المرمى، وكابتن فكري صالح اشتغل لسنين إلى جوار كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. كابتن فكري مساء الخير، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن عمرو، وشرف عظيم ليا العفو أكون مع حضرتك في هذه المتحدة. العفو العفو يا كابتن فكري، ده شرف لينا احنا يعني وجود حضرتك معانا. ويعني ذكرى كابتن جوهري رحمة الله عليه، حضرتك في الذكرى دي بتستشعر ايه، وايه الافكار اللي بتتداعى على ذهن حضرتك من علاقتك وقربك بالراحل كابتن جوهري؟ هو طبعا الجنرال العظيم أسطورة التدريب في مصر والعالم كله، ده صعب هو يتكرر بعد فترة طويلة وبعد كرم من الله، لأن هذه الشخصية أثرت الكورة المصرية بشكل غير طبيعي. هذه الشخصية كانت عاشقة لمصر صحيح لدرجة كبيرة جدا. وهاخد من كلام حضرتك اللي أنا سمعته، لما حضرتك قابلته ولقيت مشروع كامل من A to Z مظبوط، كان نفسه يعمل ده في قطر حقيقي والله، وقعد شهر ونص ما بينامش الا صباحا على الفجر عشان يعمل هذا المشروع مكان المدير الفني للاتحاد المصري. ولكن للاسف هو خلاصه الكلام قال لي يا فكري انا دخلت ايدي في بحر التعب، وبالتالي للاسف يعني بعد كانت خطة متكاملة والله يا كابتن فكري، وأنا شفتها شيء عظيم يعني، لأن هو كان يشركني في كل حاجة. مسطرة للمدربين في المرتبات، مسطرة للمدربين في الاختيار، مشروع اللي اتعمل في الأردن بالنسبة ليا كحراس مرمى معمول، المدير الفني لحراس مرمى الاتحاد المصري عشان كل حاجة تخص حراس المرمى، من مدرسة تتعمل من خمس سنين ل 12 سنة، لدورات لجميع مدربين. طيب ازاي كابتن فكري كان كابتن جوهري في المنتخب حريص على الـ يعني فكرة المنتخب بيأدي اللي عليه، فكرة تحفيز اللاعبين دي كانت بتتم ازاي؟ يعني قربنا من شخصيته أكتر، ازاي كان بيخلق الدوافع عند منتخبنا قبل المباريات المهمة زي مثلا الماتش النهائي في التصفيات قدام الجزائر مثلا المؤهل لكأس العالم؟ يا كابتن عمرو، كابتن كان عاشق لمصر ولإضراب مصر، راجل عسكري خريج المؤسسة العسكرية طبعا الوطنية في دمه، كان يعشق مصر وفرحة مصر. أنا لما كنت أجي بالليل، معلش أنا يعني أحاول أوريك شخصية الكابتن، أنا أبعد عن كل الإنجازات، الناس كلها عارفة طبعًا، إنما أنا هحاول أوضح بعض الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش عن الجنرال العظيم محمود الجوهري. الإنسان، هذا الانسان العاشق لمصر، كنت بقول له يا كابتن خش ريح ساعه، يقول لي يا عم فكري ما تقوليش في 100 مليون مستنيين الفرحه. ده هو كابتن جوهري. الله يرحمه. لما رحت الاردن بص بقى، ده خلال مشوار في مصر. نعم. رحت الاردن كنت بقول له مره بالليل يا كابتن جوهري دايما اوضتي جنب اوضتي. وبحط له، كنت لازم احط له سبوره في الغرفه بتاعتي. ومساحة عشان يقعد يشتغل. كنت اقول له يا كابتن جوهري ريح شوية، يقول لي يا عم فكري ما اقوم انا استنى بقى هيقول ايه؟ قال لي في 5 مليون في الاردن و100 في مصر هيجي يفرح. الله يرحمه. عشان كده يا كابتن الوداع اللي في الاردن واحنا زايعين دلوقتي على الشاشة لجنازة كابتن جوهري في عمان قبل ما تيجي على مصر، وتشييع جثمانه من الاتحاد الاردني حتى لكرة القدم، وشايفين الرياضيين وشايفين القصر الملكي ممثل حتى في الجنازه والمراسم الرسميه لتشييع كابتن جوهري، حاجه ما تحصلش لاي حد الا اذا كان الراجل ده متفاني وبيعشق عمله ايا كان.
انا اخذت 3 كلمات من كابتن جوري في اخر ايام حياته. واحد قال لي يا فكري ما حدش هيسمح لك في الفصل تعمل المشروع اللي عملته في راس مصر. يا كابتن طب هتتغير وتيجي لك؟ قال لي لا 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 لا. وفعلا قدمت المشروع عم بجيب لسياده الوزير اشرف وللكابتن هلاوي وللكابتن اشرف شبيرة لما كان في الاتحاد والكابتن محمود سعد لما كان مدير فني. طيب حتى الاستاذ احمد زكريا اترفض لان هو اتحداه. عموما نتمنى يا رب الخير، نتمنى ان شاء الله الخير يا كابتن فكري لمشروع حضرتك وحتى المشروع كابتن جوهر رحمة الله عليه، لأن ده في النهاية مصلحة الرياضة المصرية، وكان عاشق لمصر وكل ما يمثل مصر ويخصها. يكفي الحقيقة يعني امبارح البوستات والنعي من كابتن أحمد حسن، من كابتن حسام حسن، من عدد من الزملاء والأبناء اللاعبين اللي تعاملوا مع كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه. فأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن فكري صالح، خبرنا في تدريب حراسة المرمى ورفيق درب كابتن جوهري لسنين طويلة. نشوف التقرير ده ونخرج لفاصل، بعد الفاصل نستقبل فضيلة الدكتور علي جمعة، خليكم معنا. جنرال مصري في الميدان والملعب معا، فقد امتدت بطولاته من عالم كرة القدم إلى تحرير الأراضي المصرية في حرب أكتوبر عام 1973، فاسمه كان جوهر النجاح، إنه الكابتن محمود الجوهري. ولد محمود نصير يوسف الجوهري في 20 فبراير عام 1938، وعمل ضابطا بسلاح الإشارة في الجيش المصري، وخرج منه في رتبة العميد. بدأ حياته الكروية لاعبا في النادي الأهلي، وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الوطني عام 1955، وفاز بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب المصري عام 1959، وتوج هدافا للبطولة، إلا أن إصابة القطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها في ركبته أجبرته على إعلان اعتزاله مبكرا ليتجه إلى التدريب ويبدأ في تسطير رحلة من الإنجازات التي جعلته أحد أهم المدربين في تاريخ كرة القدم المصرية، إن لم يكن أهمهم على الإطلاق. كان الجوهري أحد أهم الأسباب في تتويج الأهلي بأول ألقابه بالقارة السمراء عام 1982 بحصد لقب رابطة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، كما تمكن الجوهري من قيادة المنتخب المصري للوصول لمونديال عام 1990. تولى الجوهري أيضا تدريب نادي الزمالك، وتوج مع المنتخب المصري أيضا ببطولة الأمم الإفريقية عام 1998 عن جدارة واستحقاق، كما درب العديد من الأندية والمنتخبات العربية كالمنتخب الأردني. وفي 31 أغسطس عام 2012 وافته المنية بعد تعرضه لأزمة صحية بالعاصمة الأردنية عمان، ليشيع جسده لمثواه الأخير ويبقى اسمه ساطعا في سماء الكرة المصرية والعربية. من مصر طارق أحمد. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وإن شاء الله في لقائنا هذا الأسبوع مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة هننتهز هذه الفرصة عشان نعرض على فضيلته وعلى حضراتكم أمر مهم، وهو مسألة اللغو في الحديث. للأسف بسبب أو من غير سبب بنجد من يعرف ومن لا يعرف، بنلاقي الناس بتتكلم في أمور، وممكن نتكلم في أي أمر، ولكن للأسف بدأ الأمر يبقى فيه خوض في سير الناس، خوض في زمم الناس، وللأسف الشديد في بعض الأحيان يعني خوض في أعراض الناس. وكانت الناس زمان بتتجنب مجالس اللغو في الحديث والنميمة وتبعات هذا اللغو، الناس ما بتروحش خلاص، عارف المكان ده بيقعدوا يتكلموا فيه، وأنا ما بحبش أجيب سيرة الناس أو يعني ما بحبش اللغو. ولكن أصبح اللغو معانا في البيت ومعانا في الشغل ومعانا في العربية، أول ما نقوم من النوم وقبل ما ننام في إيدينا اللي هو الموبايل، وبالتالي السوشيال ميديا خلتنا جوه دائرة اللغو للأسف الشديد. هنشوف النهاردة مع فضيلة الدكتور خطورة وعواقب اللغو في الحديث، سواء علي أنا كشخص أو على المجتمع اللي أنا عايش فيه.
برحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا. أهلا وسهلا مولانا. يعني كالعادة دايما بنبدأ مع حضرتك بتأصيل المفهوم، نفهم المعنى اللغوي من كلمة اللغو، ما معناها لغويا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين لنا في الديانة كيف نعبده وبالتفصيل: اذهب فتوضأ ثم صلي، والصلاة بالشكل الفلاني، تقرأ الفاتحة ثم تركع ثم تقوم إلى آخره، علمنا الصيام وعلمنا الزكاة، علمنا الحج، وقال إن هو دي أركان الدين مع الشهادتين، يعني علمنا كيف نعبده، ولم يترك فرصة لسؤال إلا وقد عرضه، وببساطة وكمان بالتفصيل في الكتاب والسنة. من خلال هذه العبادة، إذن غرض الإنسان في هذه الأرض هو عبادة الله، أمرنا بعمارة الكون. ولذلك في ناس تغفل عن عبادة الله لكنها تعمر الكون، فينالها النصيب الأوفى من القوة، من العزة، من الثراء، من الرفاهة، لأنها قامت بهدف وجود هذا الكون، وهو العمارة، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يبقى إذن هناك عبادة، من خلال هذه العبادة نريد أن نعمر الأرض. في فرق بين الشخص اللي يكتشف ويخترع، يخترع آلة علشان تخفف الألم عن الناس، وبين شخص قاعد يدمر الخلق ويفجر المتفجرات. ففي فرق بين التعمير والتدمير. الأمر الثالث: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس دي تحتاج إلى تزكية، ولذلك أطول طفولة يعيشها الحيوان الثدي وهي طفولة الإنسان، 15-16-18 سنة. يقول لك ده اللي عنده 18 سنة لسه في دور الطفولة، لأنه وراه آداب كثيرة يتعلمها، وراه مفاهيم كثيرة لابد أن يدركها. طيب، يبقى إذن الصورة العامة العبادة، العمارة، التزكية. فيجي: قد أفلح المؤمنون، تمام، الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا سلام، يبقى عباده، والذين هم عن اللغو معرضون. فيبقى إذن اللغو هنا جاي لي مكافئا للعبادة، يعني انت بيقول لي في صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون، يبقى إذن ده متعلق على طول بالعمارة. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نراعي الأوقات. في حاجة اسمها الجدية توصل إليها علماء الحضارة، منهم عالم أمريكي كبير اسمه كانون، وهو بيبحث عن الفرق بين الدول النامية والدول التي دخلت في النمو، يعني في فرق بين التنمية والنمو. ايه الفرق؟ قال الجدية. الجدية. الانسان هنا جاد فيحافظ على وقته، يبقى ما فيش لغو، مش فاضي للكلام ده، مش فاضي للكلام الفاضي. بيجري مع اول ضوء من اضواء الفجر، تلاقيه بيستعد عشان ياكل له لقمتين ولا يشرب له شربتين ولا حاجه، ويجري على العمل ويخلص الثمان ساعات بتوعه. ما فيش حاجه اسمه الثمان ساعات يقولوا الى 30 دقيقه، لا، ما فيش كده. ثم انه هو بعد هذا جهد في عمله ويأخر كل فسح وكل كذا، لأنه أول ما هيروح هينام، هيبقى مهدود حيله، وهذه يد يحبها الله ورسوله اللي هي اليد العاملة دي. وبعدين ينام مجدود علشان يصحى الفجر تاني يوم،
وبعدين حاجة يسموها الويك اند ولا نهاية الاسبوع يبقى يتفسح فيها، ويبقى يدي نصيب هذه الفسح لأسرته لزوجته لنفسه إذا ما كانش متجوز وهكذا. نظام احترموا فيه الوقت، فجزء من الجدية احترام الوقت. لما نرجع بقى لتراثنا احنا نلاقي سيدنا عمر يحاسب نفسه بالأنفاس، مفيش نفس يدخل إلا هو واخد باله، ومفيش نفس يخرج إلا هو واخد باله. ايه ده؟ دي حاجة عالية قوي، بس ده ما يجيش إلا بالتدريب. لكن رجل بيحاسب نفسه على مستوى الأنفاس مش على مستوى الدقائق أو الساعات أو الأيام أو السنين. في ناس ما بتحاسبش نفسها خالص. فأنا يعني عندنا مثل يقولك ده على قلبه مراوح بالظبط، يعني قاعد كده. لا، ده مش كده، ده شادد نفسه، ولو عثرت شاه بالعراق لخفت أن يسأل عنها أمير المؤمنين عمر. الشعور ده بأنه وراه حاجات كتيرة لازم يعملها، وأنه بالتفاصيل لازم يهتم بيها، وإنها مسؤولية ما هياش تشريف فقط بل تشريف وتكليف في نفس الوقت. كل هذه المسائل جاية في الإطار اللي احنا بنتكلم فيه ده، وهي الجدية. صحيح. الحفاظ على الوقت، الحفاظ على الديمومة، الحفاظ على التعلم، لا تهرف بما لا تعرف ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخر عناصر الجدية. عناصرها عدوها 7. أنت فيك العناصر دي تبقى إنسان حضارة، وعلى فكرة حتى لو كان فيك ومش في مجتمعك تنجح، أنت تنجح. فمن ضمن هذا هو استعمال الوقت فيما هو نافع. ايه اللغو بقى؟ الكلام الباطل الذي لا طائل من ورائه، لا غرض من ورائه، يعني ونسى. كلام الباطل. الباطل مش مثلا ممكن يكون كلام يعني لا هو باطل ولا هو صالح، يعني مش كلام هو خلاص. ما وصلش لنفع ولا لخير ولا تعاون على البر والتقوى يبقى باطل. مش باطل معناه انه شرك او انه هو شهادة زور او انه هو معصية. كله ده باطل صحيح، لكن الباطل ده درجات ومنه ايضا ما لا هدف له بيضيع وقته. ما تيجي نضيع وقتنا علشان عندنا وقت فعايزين نضيعه، يبقى مفيش انتاج، يبقى مفيش تفكير، يبقى مفيش خير بنقدمه للناس. صحيح. لا بالفعل ولا بالقوة. ده بالعكس يا مان، ده ساعات بالشر. يعني بنشوف مثلا يعني الفترة دي كان الأهلي والزمالك، والزمالك خد الدوري وجماهير الأهلي مشحونة، بنلاقي مكايدة، بنلاقي خوض في زمم ناس، خوض في أعراض ناس، بنلاقي للأسف شتائم، بنلاقي بزقات ما بين ناس ما تعرفش بعض حتى. يعني هل ده من 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 يعني من قبيل اللغو في الحديث؟ اللي ما هو سيدنا ضبطها عليه الصلاة والسلام بأنه بيقول له معاذ: وهل يؤاخذ الناس على ما يتكلمون؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك ده تعبير عربي معناه ما تاخد بالك بقى، يعني حاجة زي كده. ثكلتك أمك يا معاذ، فقدتك أمك، يعني اللي هو تعدمني بالمصر، تقبرني باللبناني. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الكلام بقى هو. يبقى أنا عندي الإنسان ده عبارة عن كلام لازم يحاسب عليه. ولذلك كان وهو قاعد بيحثنا على ذلك، يقول إيه: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، ذكر لله، كده يعني حاجة فيها فائدة. طب والباقي؟ لا، واخد بالك؟ لا. أخرجه الترمذي عن أم حبيبة عليها السلام زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طب اللغو ده درجات، ولذلك العلماء قالوا ان اللغو منه حرام اذا كان بقى من النوع ده، اللي هو السخرية والكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والفحش وشهادة الزور وإلى آخره، حرام. ومنه ما هو مكروه،
ومنه ما هو مباح، اللغو نفسه منه ما هو مباح، اللي هو واحد بيتكلم كده في الشأن العام في حياته بياخد رأي حد في حاجة خلاص ولكن كلام. في جانب آخر وهو أنه هل ضيع بذلك منفعة؟ هل ضيع بذلك خير؟ هل ضيع بذلك وقتا كان يمكن أن يجعله في العبادة أو في العمارة أو في التزكية؟ ضيع، يبقى هينتقل من المباح إلى المكروه. ما هو كله لغو، لغو بس هو درجات، ولكن درجات، يعني درجات. فالكلام الباطل اللي احنا بنقول عليه ده هو منه حرام ومنه مكروه ومنه مباح، ولكن ينتقل مباشرة من المباح إلى الى المكروه، فالحرام بالاثر بتاعه. هو عمل ايه؟ ضيع الاوقات، يعني ضيع ما كان يمكن ان نجعله انتاجا للدوله. لما اروح اليابان بقى الاقي الناس مش عاجبها الاداره، هم يعملوا ايه؟ مش يبطلوا يعملوا اضراب، لا، يحطوا علامة سودة على كتفهم زي اللي كنا بنشوفها زمان، إشارة بتاعت الإسعاف ومش عارف ايه في أنشطة الإعدادي والثانوي، كنا نحط شركة ومشارة سودة معناته ايه؟ انها زعلان ان انا واخد، يعني بتضايق من الموقف بس مش عايز ابطل شغل مثلا، يعني بس ما اقدرش بقى ابطل شغل. الإدارة بتقول لي اوعى تخليهم يشتغلوا اكتر من 8 ساعات. في كثير جدا من العمال يفضلوا اكتر من 8 ساعات، مش قادر يسيب العمل، ادمن العمل. فالرئيس بتاعه يديله لفت نظر، على فكرة انت خالفت، لانه في قواعد، ولان انا عايزك ترتاح، انا عايزك تعمل بريك ولا كسر الجهد ده وتاكل تشرب تعمل تسوي وهكذا. يبقى إذن نحن أمام نماذج بشرية بس نجحت. شوف ألمانيا بعد ما تحطمت في النهاية، تروح والله في الفجر تلاقي الناس زي خلية النحل انطلقت، تروح في اليابان تلاقي نفس الحكاية، تروح في أمريكا نفس الحكاية. يبقى إذن مش ده كان أولى بيه إن إحنا اللي نعمله؟ لأن اللغو عندنا يعني ما بين الحرام والمكروه، واحنا قاعدين على الفيسبوك طول الليل، واحنا قاعدين على الفجر. الفيسبوك وكأننا لم نتعلم بعد قواعد الفيسبوك وأدابه. الفيسبوك ده ليه أداب تجدها أيضا مطبقة في الخارج، لكن بالشكل اللي احنا فيه ده هو ده شكل ما يرضيش ربنا. ليه؟ لأنه يضيع علينا مئات الساعات من الانتاج، من ساعات الانتاج. فاللغو ادي الوضعيه بتاعته منهي عنه، وهو من خلال حصائد الالسن اللي وهي من خلال هذه الخريطه التي امر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصمت، اولى وابر من الكلام الذي يؤدي الى المشاحنات. طب أساسا فضلتك وسادة المشاهدين نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل هذا الحديث الطيب مع فضل الدكتور، ونشوف تبعات برضو وآثار أخرى للغو، أشكال أخرى للغو في الحديث وتضيع الوقت الحقيقة في أمور لا طائل منها، بل بالعكس بتبقى مضرها أكتر من فايدتها. بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وبجد ترحيبي بفضيلة العالم الجليل أستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم مولانا مرة أخرى. وعليكم السلام. أهلا بحضرتك. شاكرين الحقيقة في الجزء الأول عرفنا يعني إيه اللغو، أصنافه ودرجاته، منه الخطير واليعني مكروه، ومنه اللي يعني مباح ما لم يضر يعني عفوا. ولكن مولانا لو توقفنا عن سورة الفرقان، في خواتيم سورة الفرقان ربنا سبحانه وتعالى في الآيات الأخيرة من هذه السورة: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. نعم. ثم تتوالى الآيات فيأتي جزاء، يعني من يمر ويعرض عن اللغو يعني بأنهم يلقون الغرفة بما صبروا. نعم. آه. اللي في حاجة
من المغريات ان انا اسمع ناس بتتكلم واذ بالكلام ده بيجيب سيرة حد، ففي شهوة عندي ان انا عايز اشترك معاه في السب واللعن والكلام السيء اللي هو بيقوله مستحسنه. وبعدين افتكر ان ربنا سبحانه وتعالى امرني ان امر بذلك اللغو مر الكرام. مر الكرام يعني عند الكلام ده وعلق انا كمان وزود يعني في الكلام امشي يعني. كده وكاني مش واخد بالي يا على الصبر. ما هو ده صبر. ما هو انا صبر ايه؟ الحبس، ان انا حبست نفسي ما خليتهاش مع هواها، ما خليتهاش مع الحاجه اللي زينت لي نفسي او زين لي الشيطان انها جميله وامشي وراها. ما يعني لما نتكلم في هذا الحبس. مره كان عندنا واحد من الناس وقاعد يجي في سيره اخر وبيشتمه، وبعدين اللي جنبه قال له يا فلان مش دي غيبه ونميمه؟ قال له تصدق ايوه صحيح دي غيبه ونميمه، اللي انا بقوله ده غيبه ونميمه. قال له طب ما بلاش منها. قال له والله ليك حق. وراح كتم الحكايه دي مفيش 30 ثانيه، وبعدين لقيناه بيقول طب انا مش قادر اسكت وعايز اغتابه. أنا دلوقتي حاسس بنفسي إن أنا يعني إيه حد خانقني، وابتدى يشتم مرة تانية. فتفهم من ده إنه في هذه الثلاثين ثانية حاول أن يكون صبورا. يبقى فعلا وإذا مروا باللغو مروا كرام، وفعلا جزاؤهم الغرفة بما صبروا. فعلا دول صبروا سبحان الله. لأنه الراجل قلت لهم سبحان الله شوف ده ما قدرش يصبر، ما قدرش، وبيقول بصراحة أنا ما قدرتش أصبر، وابتدى يرجع تاني يخوض يعني يقذف القذائف بتاعته ضد أخيه الغائب. يبقى إذن فعلا من مر باللغو مر الكرام صبر. فربنا بيجازيه الغرفة الجنة بقى والجنة. سبحان الله. يعني جزاء ان انا ما اخدش في اللغو في الحديث ده وانغمس في الحديث اللي بيجيب ضرر للناس وضرر ليا، يبقى جزاء الجنة على طول بما صبروا. بما صبروا سبحان الله. ما انت كده صبرت. اذا استطعت ان تسيطر على نفسك، مش كل الناس بيقدروا يسيطروا على نفسهم. حقيقي. فبنقول لهم جربوا اتدربوا، جربوا واتدربوا، لانك انت لو ما صبرتش على نفسك في المره دي وما عرفتش هتعرف في الثانيه وهتلاقيها سهله جدا. طب مولانا وهتعرف في الثالثه وهتلاقيها بقت عاده عندك انك انت تتجاوز هذه الاشياء. حتى لو كان الحديث ده بيخوض في انا شخصيا، يعني اي حد ممكن يبقى شخصيه عامه او حاجه، بنلاقي مثلا بوست بنلاقي الناس بتخوض وناس ما تعرف وناس ما تعرفش، والناس واللي بيقذف بالباطل واللي بيشتم واللي بيسب وما الى ذلك، وده لغو. هل انا بدخول ان انا ادافع عن نفسي او عن قضيه انا مقتنع بيها او عن امر انا مقتنع بيه، هل كده انا اشتركت في هذا اللغو؟ ثم ان هو بيجرني فاضطر انفعل فاضطر ارد وما الى ذلك. يعني هو ربنا امرنا فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. وامرنا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، يعني قبل ما نقيم الصلاة نقول للناس حسنا. وأمرنا وجادلهم بالتي هي أحسن، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. دي يعني جاية في سياق إنهم بيفتروا علينا وإنهم بيشتمونا وإنهم يريدون إيقاع الأذى بنا. طب والرد الفعلي ايه بقى؟ فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، ان الله على كل شيء قدير. ما يردش بقى ما يردش. صاحب اللي اتشتم ولا ما يردش. العفو والصفح كل حاجه ليها اجرها. هيرد يبقى ضيع اجر نفسه. مره سيدنا ابو بكر كان قاعد
وبعدين مع سيدنا النبي. نعم عليه الصلاة. فجاله راجل كده وقعد وبعدين قعد يلسن عليه، أنت أبو بكر كذا وأنت كذا وأنت كذا، وقعد يشتم فيه. والنبي قاعد وأبو بكر قاعد ساكت. وبعدين قال له بعدين بقى يا أخي يا أخينا أنت. فالنبي عليه السلام أول ده ما سيدنا أبو بكر قال كده راح قايم. فأبو بكر اتخض. قام ورا سيدنا الرسول وسبه من ده. شوف 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 الوضوح في الرؤية. قال يا رسول الله لما قمت؟ قال كنت صامتا فكان هناك ملك يرد عنك. يعني ربنا نزل من فوق سبعة أرقع سبعة سماوات ملك علشان يدافع عني أنا أبو بكر. سبحان الله. فلما رددت ابتديت ترد قام الملك وانصرف. انا هقعد في مكان ما فيهش الملك ده ليه؟ انا كنت قاعد عشان كان الجلسه منوره بالملك. في ملك بيرد عن سيدنا ابو بكر لانه بيرد عنك على الراجل ده. لما بدا هو شخصيا يرد الملك انصرف. يبقى لك حول وقوه. طب خليك في حولك وقوتك. ولذلك من دعائنا بندعي اللهم لا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. أقل كمان من طرفة العين لغاية الفيمتو ثانية بتاع زويل الله يرحمه. ما توكلناش لنفسنا. خليك أنت وكيلي وأنت حسبي ونعم الوكيل. فإذا لما الإنسان يعفو ويصفح ولما الإنسان يتجاوز ولما الإنسان ما يطلعش حتى على هذا إذا كان يعني إيه لا يريد أن يغر صدر نفسه حتى يكون سليماً في النهاية هيصبح نافعا خيرا عابدا وعمرا مزكيا للنفس. ادي الحكاية انه هو وراه شغل كتير، وراه عبادة وراه عمارة وراه خير بيعمله وراه تزكية بيزكيها. هو مش فاضي للغو. اللي بيرتكب يعني او بيسلك مسلك اللغو كانه فاضي. فاضي فين؟ فاضي فين اذا كان ما فيش وقت؟ ده ما فيش وقت. وحتى الحياة يقول لك ايه دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. دي ثواني، دي معدودة بالثانية. فيبقى إذن الإنسان لابد أن يكون كيسا وفطنا وزكيا ولا يقع في هذه المعادلة الساذجة إنه هو يقع في اللغو فتضيع منه الأعمار. صحيح. والأعمار لا تأتي مرة أخرى. يقولوا على الزمن إيه عرض غير قار. يعني ما هوش مستقر كده زي المكان مثلا زي عالم الأشياء. لا ده عرض ماشي بيجري. اللي بيروح ما بيرجعش. خلاص. ما بيرجعش اطلاق. وكما ان عمر الانسان وله اجل بيتناقص. صحيح. فاضلك قد ايه؟ لما اتولدت كان فاضلي 100 سنه واموت. لكن لما بقيت 80 سنه فاضلي 20 بس. بيتناقص. لما بقيت 99 فاضلي سنه واحده. لما بقيت كذا فاضلي ثانيه واحده فقط. فهو بيتناقص. يجب على العاقل الكيس الفطن الذكي أن يكون خصيم نفسه كما قالوا العاقل خصيم نفسه. نعم. يعني قصان أن يعني جزاء الإعراض عن اللغو ده وأن الناس لما نمر عليه كده على التايم لاين نمر مرور الكرام ما ناخدش فيه ده جزاء الجنة. سبحان الله. أيوة جزاء يعني الجنة. يعني نعم. جزاء الجنة وإحنا بس مش عارفين نطبق. يعني الصبر بس نصبر على الأذى. الفيسبوك يعني ما هوش موجود في الكتاب والسنة. لا ده مش كده. ده هو الإنسان موجود في الكتاب والسنة. نعم. والإنسان نعم. هو الإنسان. صحيح. فدم هيجي في هذه المواقف يجب عليه أن يتخلق بما صحيح. أمره الله به. صبر يصبر كده وما يردش على الكلام وما ياخدش في الكلام. طيب سيدنا يعني أنا متشكر جدا لحضرتك على هذا المفهوم المهم، مفهوم اللغو وخطورة اللغو سواء علينا كأفراد أو حتى بالتالي على الاستقرار المجتمعي. ولكن قبل ما أختم في لقطة منتشرة النهاردة على السوشيال ميديا فما حبناش نخوض فيها، قلنا نترك هذا الأمر لفضيلة الدكتور علي جمعة يعلق لنا على هذه اللقطة. دار حضانة متعلق على الحضانة يافطة زي أي حاجة، فاليافطة دي فيها آية قرآنية
كريمة من سورة يوسف، فيها أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يعني اللي استخدم هذه يعني حط الآية دي على الهواء، على المبنى، حط الآية دي على المبنى، على مبنى الحضانة الذي هو عبارة عن مدرسة للولاد، وفي صورة أطفال كده جنب يافطة الآية القرآنية موجودة. نعم. فهنا هنا فكرة الاستخدام يا مولانا حضرتك شايف، يعني اللي علقها مش واخد باله إن أنا هيعملوا في العيال زي ما إخوة يوسف عملوا فيه، هيرموا العيال في الحضانة في غيابة الجب يعني. إن شاء الله ولا ما يكونش يقصد كده، إنما هو الحاصل إنه الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله هنيئا مريئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قال إنه لا يجوز استعمال ما ورد في القرآن لمقتضيات الحياة مثل هذه. فهل عرفت إنه دول عاملين صالح، وإنه الأكل اللي انت وكلته لهم ده جزاء وهنيئا ومريئا بما أسلفتم في الأيام الخالية؟ ما يمكن دول عصا، ولا يمكن دول وبتاع العصير يا مولانا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا على محل عصير الأصل، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بس يعني ما هوش هو العصير. وأنكت من هذا، يعني تدخل تلاقي مثلا نحن نقص عليك أحسن القصص ومعلقها الترزي أو مثلا بتاع الساعات معلق بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. طب ده صح؟ لا ما يصحش، لا ده كده إيه، استعمال القرآن في غير ما هو له. في استعمالات للقرآن بتعد في الأدب بما يسمى بالاقتباس، ولكن ينبغي أن تكون لها جلال، وينبغي أن يكون لها رونق وحكم وعلو ورقي، وليس بهذه الطريقة السذجة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين مثلاً يعني فدي ودي لما نعلقها في المطار، ادخلوا مصر، لا ده احنا بنقول ادخلوا مصر فعلا، ده احنا بنستعمل الآية نفسها صحيح فيما نزلت فيه. فدي هي لابد لغرض الاقتباس أن يكون محوطا بالجلال وبالجمال وبكذا إلى آخره. طب حضرتك توصي الناس أنها يعني حين تتعامل مع آيات القرآن الكريم أن تتوخى الحذر في ألا تضعها في غير موضعها؟ طبعا لازم، أكيد يعني، لأنه ده نص الأئمة وباتفاق ما فيش خلاف. نعم. يعني ده ما هوش محل خلاف وأخذ ورد وكذا إلى آخره. وينبغي علينا احترام القرآن. احترام القرآن دي في اللغة اسمها ايه؟ قداسة القرآن. القداسة، بعض الناس يقول لا أنا لا أريد القداسة، لا إزاي يعني، ده الاحترام طبعا. الكعبة مقدسة طبعا. المصحف مقدس، كلام الله سبحانه وتعالى مقدس. يعني ايه مقدس؟ يعني محترم. نعم. الاحترام جاي منين؟ في ألا يوضع في غير موضعه، لأن وضع الشيء في غير موضعه من الحمق طبعا، وليس من الحكمة طبعا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنحن نهيب بالناس جميعا إنهم ما يستعملوش آيات الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو في الإنجيل أو في التوراة في مثل هذه الاستعمالات نسموها إيه، العامية أو السوقية. يعني في السوق نستعملها كده، لا، إنما إحنا بنستعمل الآيات في مكانها. لما تلاقي واحد متهور أو عايز ينتحر، قم تقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ده في مكانها دي يجوز. لما تيجي واحد يقول لك والله فين القياس في القرآن، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، استدل بها الشافعي للإجماع. أمثال شوف فيها جلال، فيها كمال، فيها جلال، ودي يسموها علماء التفسير الدلالة الاستقلالية. ولكن الاقتباس له قواعد، كده خرجنا عن القواعد. أكيد. بشكر فضلتك، شكرا جزيلا، جزاكم الله كل خير. شكرا لكم. شكرا صاحب الفضيلة، والشكر موصول لحضراتكم، وتصبحوا على خير، ونشوفكم بكرة إن شاء الله على كل خير. إلى اللقاء.